احكام صلخ، احكام مستشفى، تشد تكبيس بقى، شدوا تكبيس، شدوا تكبيس، احكام صلخ، زلوا تحت الدش. ينزل تحت الدش، ينزل. مين هو في البرنامج عشان ما ينزلش؟ تكبيس من نار. خلينا نلم قفازات على قفات، صدقوا فكرة حلوة والله. افتح ونلم قفاز. لا 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 الشادي الجندي يا خالد ابو نصر. بقيت تطير دلوقتي. في ماتش هيهرب. اضربه اضربه لو هرب. مصطفى، شكرا شكرا يا حبيبي، شكرا يا كوكو. تايسون. رباعي. هو هناك في كام؟ هناك في 1800. أحا إزاي؟ زي الناس يلا. عادي، واحد من الثلاث سبعات، لازم تتوقع منه أي حاجة، تتوقع منه أي حاجة. مداهم يا حبيبي. ثماني؟ ثماني. ليه لا؟ كله في إيدينا، كله في إيدينا الحمد لله، كل أي حاجة في إيدينا هنا في البرنامج. لا انت عشان هتطير بقى تخنقنا كل شويه، تك تك تك، اديك البلوك الجميل وتطز في الاشراف وتغور في داهيه عادي. ندخل رباعي مع مين؟ يا كرولوس يا كرولوس، بتاعك 60 نيله. يلا مين في الجستات هنا موجود؟ خدنا قفازات. ايوه. ايه هو بيحمل ليه كده؟ بس المؤقت. انت فلوسك حرام يا ده مصطفى. دارش حشيش كرولوس الدو علي بودي تايسون مينا الجندي محمود بيج لاف كتيبة. ممكن جولة؟ لا انا متكبر بلعب مع نفسي بس، لما يكون واحد عنده توحد ويخش تيك توك. هي جاية تصفر وتخبر. انا شغال الاغنية دي بحبها. ده مين اللي بيبعت لي هنا ده؟ بس يلا تبعتش، تبعت لي انا اللي ببعت. انا قلت عشان محدش يدخل معانا هفتح من الاكونت التالت دلوقتي وندخل تلات جستات وانا وانت لوحدينا. مداهم انت اعملي ميوت اعملي ميوت لده شايفه ده؟ اعملي له ميوت اوكي كده وانا صبر. صوتي عندك عادي لازم توطي. هعمل لك ميوت من هنا كده كفو. صح شو كده. اخبارك ابو غماز؟ الحمد لله. ده انا ابو غمازه ده صح؟ انت ابو غماز حبيبتي حبيبتي. عاملة ايه؟ هلا والله. هلا والله. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. هلا معلش هلا كنت طيب. داخل انا ومراتي بقى هنتفق هنعمل ايه في الجوازة وهنجيلك. اوكي حبيب حبيب. لا 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 مداهم لا 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 اصبري، محدش من رجالتنا يفتح ويخش. بس نجيب مين؟ هجيب لك شوشة. بص شوشة دي ملك الجمال العشوائيات. يلا شوشة شوشة.
أهلا. لا يا مهبطة النهاردة ليه؟ سهرت امبارح فاهمة. الخميس امبارح بقى واحتفلت وكده؟ امبارح أنا مفتحتش أصلا، ليه؟ كنت بروق في الشقة وبمسح وبغسل. الله الله يعينك، الله يعينك. المهم ان انت بتكون روقت كويس، بقى انت بتقول ايه؟ روقت كويس. تمام. تمام حلو. مداهم انفك تمام على كده. جنب، حلو ايه انفك على جنب فوق، حلو لو اللي هو ده ده وكتب. ايوه لا فوق، ايوه كده اوف. حلو اكتر. هون لبسني ايه؟ نقار الخشب. ايه تكبيسة يا جماعة. يلا انا ومداهم ضدكم. يلا لوف مداهمين ولي تكبيش يا كتيبة. يلا تكبيس الشير، تكبيس الشير. الحركة الأخيرة بقى. يلا افتح الدبل، افتح الدبل، افتح الدبل. 85 وردة يا كتيبة. افتح الدبل 85 وردة. ايه ده يا كتيبة؟ ايه ده؟ لسه في دبل. جلد مبرح، جلد ورد مبرح. ورد ورد ورد. لا تحاولوا حبايبي، لا تحاولوا، لا تحاولوا يا قلبي، لا تحاولوا. لا تحاول. ما تحاولوا يا عمري. ورد مفاهم قال لي ورودك. ورد يا جماعة، ورد شكرا ورد يا ورد كريم، ورد. تسلم لي يا كيمو. مداهم انت بتعرف روسي؟ مين دي؟ ايوه يا انوشة. انا ما اعرفش بنات غيرك. ورد ورد في الدبل. ورد تتكلم روسي؟ روسي انا بعرف اتكلم روسي. ورد. ايوه بتعرف كلمة روسي؟ يعني ايه بحبك بالروسي؟ يا تبالو بلو. وانا كمان ميرسي. تسلمي. تحس الدم. يا سلام يا ربي. الدبل على الدبل يا كتيبة. روحوا دايسون. تكبيس من نار، تكبيس من نار. احترم نفسك يا كتيبة لنفوز على مداهم. عن جد نحن عايزين عودة. كتيبة. شادي هذا يا جماعة خصم بطاطا. كيف لو كان تكبيس من نار. تكبيس 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 تكبيس. يا جدعان انا بلعب مع حلقة انسانية. الواد اللي تحتيه ده معلش تكبيس يا جماعة. شوفوا كبسوا له. الواد اللي تحت ده غلبان غلبان. حملة حملة حملة.
فرحوه فرحوه، كبسوا له بس، محدش ينزل له دعم، الدعم عندنا، تكبيس عند الكلاب الضالة اللي تحت دي. اه نشوف عايز ايه ده. ثلاث كبسات. تكبيس تكبيس، هنكبر بخاطرك، هنكبر بخاطرك، تكبيس من نار. لا لا حسيني كبسو كبسو. هلا هلا اهنيلك مداهم. ايه ولا هدول اجوا كبسولي الي قلب الحسين. لا مش البت دي، مداهم ثلاث سبعات اللي تحتيه، حاله انسانيه. تكبيس يا جماعه تكبيس. مش حبايبي عندي ارتفع التكبيس. انا الحلقه ده كله سمعته غلط ولا ايه؟ تحت هنا يا ابني، تحت يا ابني. يلا انا هحكم على تاتينا، واللي تحتها هيحكم على شوش. يا اخي ما انت طالع بتلعب بالاثنين عشان تحكم علينا احنا الاثنين. عايز ايه؟ اقول لك ما جبناش الحاجه هنا اللي انت عايزها، فانا اجيبها معاها واروح. ماشي، خدنا قفازات. طيب طب مداهم لازم ثلاث قفازات. لا 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 رباعي جولتين ايه؟ ده انا داخل معاكم بدورين. شادي اوكي طيب. هودا جماعة تكبسوا شير يا جماعة، عيب المستوى ده، تكبسوا شير. وسام اس ار اس، عزوز، حسيني، تايسون، كينج، الجندي، بيج لقبة كتيبة. الحكم الأول يا تاتينا. لك مين تاتينا؟ تايا 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 تايا، معلش معلش النضارة بس ما تمسحتش. الحكم الأول يا تايا، تكتبي في البايو عندك مداهم ثلاث سبعات حب عمري. حب عمري. يعني مو بس حب، حب عمري. الحكم الثاني ترفعي. طب انت متجوز؟ انا لا، هلبس الدبله فين في رقبتي؟ مفيش حاجه، فاضيه الدنيا خالص. الحكم الثاني ترفعي صورتي انستجرام وتمنشني لي وتكتبي عليها زوج المستقبل. يا الحكم مداهم بالانستجرام عندي تصدقوا عندك كم؟ مليون ما شاء الله، ده انا ما وصلتش مليون يا ولادي. اكتبي على الانستجرام. طيب بكتب مثلا صديقي الصدوق. لا 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 يعني اكتبي قول لهم ايش رايكم في زوجي؟ حلو. طيب الحكم الثالث، في تفاعل نار على الموضوع ده. صح. طيب انا هبعت لك صوتي. الحكم الثالث دش. طيب صورة مو من البوستات تنزلها ولا انت تبعتها؟ انت عايزه صورتي وانا صعيدي ولا صورتي وانا مصري؟ والله يعني يعني انت بالاثنين حلو. يا انت حريق من البت دي. هبعت لك انا في الخاص، هبعت لك صورتي. طب ما يلا ابعت لي وبنزلها. اوكي بس مو بالكلام اللي قلته. ها ايه؟ مو بالكلام اللي قلته. ها امال باني كلام؟ لا كلام يعني جميل بس مش كده. قول لهم ايش رايكم في زوجي؟ يا الله مداهمه هلا بروح الخطابين. لا لا ما تقلقيش ما تقلقيش، انا عايز اعرف راي الناس اللي عندك فيا ايه. خلاص ده من عيوني والله لا نزل. كلكم تروحوا تكتبوا لها موافقين. ماشي حبيبتي حبيبتي عيوني مداهم، الله يسعدك حبيبتي، الله يخليك خليني اقلكم.
حبيبتي يا لا إله إلا الله. حكم الأول 80 جلدة، حكم الثاني 6 أيام تحت الدش، حكم الثالث تنط من الدور 11 وتطلع السلم 3 مرات. ده من ايه بقى ان شاء الله؟ تأثير هو ايه ده ان كده، شاء هو الله؟ الأحكام على المصريين هو كده. كده عندها إيه يا اللي حصل؟ بيبي، عندها وإيه اللي وداه عندها؟ مش عارفة، بس هو بيحب يروح هناك. طب ما تسيب الواد يروح حتى يتبسط شوية. ما يروح وانا ماسكاه ما يروح. وما انت متضايقه دي، حسيتك من نفسنا من الموضوع. عيب عليك، انا ما نفسنش، عيب عليك. حبيبتي حبيبتي حاضر، احلى عطاش كده. على الاخر. خلاص اعملوا دويتو مع اخر فيديو لو. يلا احلى مسا عليك يا اوكي، احلى حبيبتي، مسا عليك يا عزيزي. يلا سلام. باي باي، باي باي. الحكم الاول، ومين اللي بيبعت لي؟ لا اصبر، خلاص بقى احنا ننزل الواد ده عشان خاطر يطول معانا. ماشي يلا، احلى مسا عليكم يا كتيبة. احنا حبينا نعرفكم بس ان الاكونت بتاعنا رجع الحمد لله، ان شاء الله باذن الله تشوفونا على خير. الاكونت ده اللي هنعمل منه فيديوهات الدعاية اللي انا كلمتكم عليها قبل العيد. قشطة، يلا بيج لاف، سلام. فضت لكم، انتوا بتوعي النهارده، انتوا بتوعي النهارده. شحنت كام دي؟ لا لا كله يكتب. طب تعالى انت عشان كله يكتب، تعالى انا اوريك انت مش تكتب تاني خالص. تعالى الكومنت بتاع الواد ده فين؟ كراش تعالى وريني صورتك كده، وريني صورتك يا حسام. ما انت شكلك كبير يا حسام، انت كبير وخاب ليه يا حسام؟ عيب يا حسام، عيب يا حسام. انا مش هعمل لك ميوت يا حسام. ماشي يا حسام، فكرتك على اندر ايدج يا حسام. عيب، انت راجل كبير وعقلاني يعني، المفروض يعني راز من نفسك شوية، راز من شوية. مين دول؟ هنخش نعمل أي مصيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، أخبارك أبو داهر؟ دارس حبيب قلب. ازيك يا أبو داهر؟ ازيك يا جواهر، عاملة إيه؟ لا مش جواهر، شيماء. ما شاء الله عاملة أبو داهر. أنا هلعب معاك. لا أنا ماليش دعوة، ماليش دعوة، اقعد ساكت، انا هلعب مع مداهم. لا لا لا، خليه مع مداهم، خليه ضد مصطفى. لا انا اللي هلعب مع مداهم. لا مش عايزة مداهم. مصطفى، انا عايزة احكمه. لا انا عايزة العب مع مداهم. انت هتتحكمي دلوقتي، يبقى العب انا معاك يا مداهم صح؟ والله اللي انتوا شايفينه، انتوا قرروا وانا اخر رأي فيكم. مداهم انا هلعب معاك. انا اللي عايلة الاول. خليك مع مداهم. انا اللي عايلة الاول. ماشي يلا يلا. خليكي مع مداهم. يلا تكبيس من نار. تكبيس من النار. عملت لك فول يا مداهم؟ ها دي احلى فول يا غالي. اقول لك ايه مداهم، عملت لك فول انا كمان. لا لا ما تضيفش بلاش. ليه ليه؟ يا شباب نكسبهم. ضفتك يا شباب يعني لحفظ ماء الوجه بس مش اكتر. شباب اظن يا عزوز احترم نفسك، انت راجل شكلك محترم، احترم نفسك عشان ما انت حر. عاملين ايه؟ ماء الوجه بس، عارفين ماء الوجه؟ مصطفى مصطفى بتشطر عليا، احنا هنحط الجولة عشان نكسب. انت اتفرج على السكور. عايز ايه يا ديانا؟ حبيبي يا عزوز انت راجل محترم وانا عارف انت محترم. تكبيس تكبيس تكبيس، انت الشيطان دايب عليك. اخواتي حفظ ماء الوجه يا اخواتي. قلنا سكور كده رايحين في داهية. تكبيس من النار، تكبيس من النار. ده كده كده، ده كده كده، عمرهم ما هيكسبوا قدام مداهم. يا ست على الطلام، مدام بيتمرجح كل يوم، بيتمرجح بسكورات بتنزل على راسه معرفش بتيجي منين. طب ادينا شويه يا عم مدام. عاش 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 يا استاذ مصطفى، الدوله راحت في داهيه كده يا شباب. ورده شباب مين بقى؟ هادي شباب، رحتوا فين؟ وانا قاعده ساكته ما بتكلمش بس يعني. بالظبط، وانا قاعده الناس ما تشيل اللي شغاله معانا. شباب 26 حد فيكم عارف ماتش مين اللي شغاله يا جدعان؟
شيماء مش انت كنت بتتفرجي على الماتش؟ المانيا واسبانيا. ايش يا خالد ده ناس مالناش دعوه بيقولوا لي البرتغال فرنسا وبرتغال جنرال باب. ايه الجوله راحت كده اخواتي حفظ ماء الوجه 26 ورده راحوا ماء الوجه بس. ديانا مبسوطه يا ديانا؟ يلا كتيبه روحوا عند النار يا كتيبة. بصي ديانا لا انا التكبيس ده مش عاجبني يا كتيبه، التكبيس ده مش حلو. احنا نقفل السكور 30,000 تكبيس. هما بيلعبوا على احكام، رحنا في داهيه يا مصطفى، منك لله يا مصطفى. لا الواد الله يكرمك الله يخليك يا كراش. يلا روحوا 3-5 عند الدارة. حبايب قلبي منورين، كل اللي عندي في اللايف منورين، كله احب يا محمود. جماعه كبسوا جماعه اخواتي، يعني عشان بس ماء الوجه. ثانية اي سكور كده، اي حاجه اعملوا حركه كده، زعلوهم اكتر. بص ديانا فرحانه ازاي؟ اخ منك يا ديانا. سكور 30,000 تكبيس مش دعم، تكبيس. تكبيس؟ احنا فين بقى؟ طب فين جيش التكبيس؟ مداهم فين احنا؟ ايه؟ يظهر لهم حد يا مداهم. ايه؟ بتقول ايه؟ بدأ يظهر لهم مستوى. بص جاي ديانا. جاي حالا. تكبيسه. هو احنا بنتعامل على السكور اللي قدامنا. موضوع مستحيل يكسبونا اصلا، مستحيل. هتكسر هنكسر، مستحيل. هتحرق هنحرق، ومش مش برجالتنا، بالكتيبه. حلو يا عصابه، ايه اتحبستوا؟ عاش خلاص. اجوا هما مستحيل يكسبونا، مستحيل. اول جوله بس كده. تقيل قوي يا بنتي، في لسه امل 30 ثانيه يا ابني. نزل القفاز بسرعه، نزل القفاز. ايه ده؟ بتعمل حاجه عندنا؟ ايه ده؟ اللي عايزه حلبه، عارفه الحلبه؟ يا ابو فهد شكرا والله كده، مشكله كده. ثانك يو اي حاجه كده. ثانك يو حبايبي، ثانك يو حبايبي. قلبي يا هاني. يا عم ما في ماتش، في ماتش. انا مال انا ومال الماتش؟ روح اتفرج على الماتش، بعد الماتش تعالى. هو داخل يقول لك وبتاع في ماتش وكده؟ السؤال زي ما تقول كده، صعبان عليها اكون فاتح ومش بيتفرج عليا، فاقفل. ما قلت ايوه اقفل بعد الماتش وبتاع. الحكم يا مداهم. احكم على مين؟ مصطفى. تعالوا نشكر الناس بس. ارحب الشيخ خالد. حوده قلب جنرال. جماعه كبسوا عندي، جماعه كبسوا. انا مش شايف. اس جي سليم، هانيا، حسام، كراش، تايسون، علي، شيري، شيرش. انت بتنفذ احكامي بقى؟ يعني فلاتر بقى كده، حاجات جميله. احنا اول مره مع بعض. اكتب في البايو عندك اخويا مداهم بس. بس كده، ده شرف ليا يا اخويا. حبيبه دولي. والله. قولي يا ديانا الحكم بتاعك. 80 جلده، دش 6 ايام. اكتب دلوقتي؟ ينفع دلوقتي ولا بعد ما اخلص؟ لا لا في اي وقت يا حبيب قلبي. خد راحتك. اكتبي عندك مداهم برضه. فين اكتب؟ فين في البايو ولا اكتبي عندك ديانا عشان احنا شركاء النجاح. 3 سبعات. عندي على في البايو يعني؟ بعد الجوله. على باب الشقه. نعمل ايه؟ بعد الجوله.
بعد الجوله يا حبيبي يا كراش. طب ارمي في الجوله، ارمي في الجوله. احلى مسا عليكم، مش هرمي في وش عشان اقول لك. هي في جوله شغاله انا مش شايفاها يا مصطفى. لا ما فيش شغاله فوق اهي. طيب يلا انا عشان الحق اسلم على حبيبي عشان اقفل بدري بدري النهارده. يلا مش زهرة عندي الجو. باي باي يا مداهم. يلا حبيبتي يا ديان. يلا سلام. سلام. باي باي. لاي لا لاي لا لا لاي. مش عارف ليه عايز اديكم حس التنمية بشرية النهارده. اه جاية معاك يا عم. انت بتقول ايه يا اخواتي اخواتي اخواتي؟ بنوركو بنوركو. السلام عليكم. السلام الرحمة. هلا والله. عاملين ايه ابو فهد؟ هلا والله. انتوا منين؟ انا من قلبك يا باشا. حبيب حبيب حبيب. انت منين يا بت؟ هلا بيه. انا قطع. من لبنان. تاكليش لبنة وانت بتكلميني يا بنت. بتكلمي راجل قائد كتيبة وراجل له اسمه في السوق. من لبنان. تعرف احمد؟ لا. ايه صديقي. ايه العلاقة ما بينكم؟ الكوفاء. احكام. كام جد صوت انا وياها مشفى يا رجل. لا والله. اي والله. بس هي دي علاقتكم ببعض؟ ايوه. لا يا رجل ما كنتش متوقع كده. انت ايه علاقتك بيها؟ علاقتي بيها؟ ايوه. لسه اول مره اشوفها دلوقتي. ايوه. هلا يا مداهم. هلا يا احمد. هلا يا لين. هلا والله. هلا علاء. هلا قسم اللعبه. هلا يا بكر. هلا يا مداهم. انا بكار. فين رشيده؟ ايش؟ فين رشيده؟ هذا بكار عندكم مسلسل كرتون مالي فيه. احنا عشيره. انتم تركي؟ ايه. انت منين؟ من الاردن. اجدع ناس. من الزرقه؟ لا من من اربد. اجدع ناس. اجدع. وانت منين؟ من لبنان. شمال ولا جنوب؟ وسط. يعني على حسب بقى، ساعة لقلبك وساعة لربك. واو سكور شباب. وانت يا احمد منين؟ شباب كبسه وشيرو. من سوريا. من سوريا. اجدع ناس اجدع ناس. وانت من فين؟ وانت من وين؟ لا لا ما بحبش حد يسألنا اسئلة شخصية. لا ما يصير، لازم تجاوب يا زلمة. يعني ما هي كل الاردن عارف انك من 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 مصر. كل الاردن بس؟ لا في على قدام هندي هيعرف ان مصري. حبيبي حبايبي اخواتي. لبنان سوريا شباب كبسو. كان ناقصنا فلسطيني يبقى مجمع الشام كده. سلام يا سلام. شباب كبسو شيرو. احكام مستشفى صح. انا احكم على البنت دي تقطع شعرها. ما بعرف، ما بنحكم انا يا مداهم. ليه بحكم؟ لا والله عندك ما عندك. شو يعني؟ يعني بتعافي. والله بتعافي يا بطل. جايز دبل دبل. كم عمرك انت يا لين؟ عمري 24. لعمر كله. شكلها اصغر من كده. الف الف. حس ان 19 20 سنه. لا 24. قلبك رش. كمل على موت البيت سجاير. شباب ورد الدبل. افتح الدبل. ورد 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 ورد. ايه يا عم ده 950 دبل. ورد. الف الف الف. اوشكا حياك حياك يا الغرام. ما فتحتوش الدبل. ماشي مشكله. انا كده كده داخل اتعرف على الشباب، عايز وجوه جديده كده اكتشف مواهب. قاعد فين دلوقتي يا احمد؟ الامارات. قاعد عند احسن ناس. قوموا بالكاسه بقى. حياك يا الغراب. الله 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 الله. اشتغل اشتغل. ايوه هو كنت مستنيه يغلط الصراحه. حلو.
شكرا سموري. ما شاء الله ما شاء الله. ايه هو هو اه وقرون يا عيال. كل خرا تقدر تاكل خرا؟ ايه ده نزلت ليه؟ زعلت ليه يا راجل؟ يلا يلا احلى مساء عليكم. سلام سلام. احنا كل يوم كل ده دلوقتي نخش نعمل 3 4 مشاكل. الواحد يفك عن نفسيته شويه يا راجل مخنوق. طلع الكبت اللي في ده فين عليكم؟ لا احنا مننا في بعضينا ما ينفعش. هاي مداهم ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ ازيك؟ الحمد لله تمام والله. ازيك يا حبيبه ده يخليك. نعم سألت لي قال لك ازيك يا حبيبي؟ انا منيح وانت كيف؟ الحمد لله الحمد لله. مداهم ايه ده اخوك الصغير؟ يا حبيبي يا حبيبي حبيتك حبيتك. ما انا قريت على طول. اي كبير انت كبير. ايوه حبيبتي هي الستات بتحب كده. ايوه ايوه وانت بتديهم على قد نيتهم. وانت ما شاء الله نيتك كبيره. ايوه اه يلا ديك مداهم. اه شوف بالراحة علينا. بالراحة عليكم. حاضر. احنا مبتدئين. مبتدئين في ايه بالظبط؟ مبتدئين في اللعبة. طب يلا نجرب لعبكم كده. يلا اوكي نشوف اللعبة معاكم ماشي ازاي. موسى كبسوا كبسوا شايروا ايه؟ هو ما لازم نفقد الامل. كبسوا كبسوا ما تفقد الامل رغم كل الصعوبات اللي رح نلاقيها. ما تعلوا عسكور ما تعلوا عسكور رجاء ما تعلوا عنده عسكور لانه رح يلا. كبسوا انتم غامضين عيونكم. كبسوا كبسوا ما تشوفوش عسكور. لحد دلوقتي ما اتكلمتش. ما تتكلمش ده أرجوك ما تتكلمش. خلي الواد يتكلم. أنا أشاور لهم بس ماشي. لا ما تشاورش ما تشاورش. كبسوا 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 شدوا الأم. كبسوا كبسوا بليز. شو هيدا يعني هالهيك؟ شو هيدا شو عم بيعملوا نساء؟ أيوة يلا كبسوا كبسوا يا جميعا اسمعوا ما تفقدوا الأمل. لابد ما حدا يجي مطنوخ يطنخنا ونطنخه ونوصل لشي ونطنخ ببعض كلنا كراش ونطنخ ببعض. أخوك الصغير اسمه إيه؟ مارون. مارون حبيبي يا مارون عندك كم سنة؟ 15. العمر كله حبيب قلبي ما شاء الله ما شاء الله عليك. بس وانت عندك كم سنه؟ شكلك لسه صغيره. 30 30 30 30 29 حاجه زي كده. ونص ونص وعكس النص. لا لا ما ينفعش انسى. انا لازم اهتم بالتفاصيل. انت لبنان صح؟ ايوه لبنان. عدين لبنان حرمهم ما بيكبروش يا حبيبي. يا حبيبي قد ما لانه نحن بنشتغل على نفسنا يعني جامد. لا هو في حد بيشتغل على نفسه زيكم؟ ده انتوا لو فكرتوا انتوا يعني تبصوا لمستقبلكم يا دين كان زمان لبنان دي عدت الامارات والله. بس لا اهم حاجه انا معلوم. برافو عفاك هالمخل عليك. ما انا فهمان بقى انتوا شمال ولا جنوب؟ نحن جنوب. اجدع ناس حبيبي. شكرا. انتوا الجدعان. انتوا اهل مصر جدعان وطيبين ومحترمين. واحنا حنزور مصر قريبا انا وولادي. يا سلام هو ده المطلوب هو ده المطلوب. انا شغال في السياحه هنا وبنشط السياحه.
صح؟ انت 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 منشط سياحي يعني جدا من الدرجه الاولى. ايوه ايوه فهمك فهمك. عندنا وضع خلينا نصلي بنسكر الضبط ولا نفتحه؟ نعم عندنا وجبة ضيافة خط أحمر ما بتأثروا أبدا ولا مرة طلعت على مصر وأثرت وأنتم ما فيش منكم. بتيجي مصر باستمرار هنا؟ يعني قبل قبل ما يتوفى جوزي كنت أطلع بس هلا لا 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 لازم تيجي عشان نرجعك لشبابك تاني. أوكي أنزلك بقى 10 سنين للعشرينات. أيوه ما تقوم ترجعني لبطن امي. لا لا ما تقلقيش لو عايزه اوديكي بقى اي حاجه متاحه. اوديكي اوديكي مطرح ما ترتاحي ما تقتليش هم. لا 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 ما تشيليش هم حاجه. اوكي اوكي تمام. يعني نحن بنحبكم يا جماعه بعتذر انكم دعموا بس جماعه هونيك يعني قويه كثير ومداهم شخصيه مداهمه على هيدا. ده انا غلبان هنا باكل عيش. ده انا باكل عيش على البرنامج. اوكي غلبان غلبان بيعطفوا عليا انت فاهمه؟ لا لا ما بحب هذه الفكره ما بحبها. انت بتلعب وانت حدا كتير ذكي وانت وصلت بذكائك يا ما شاء. انت محتواك ايه يا انت ريما؟ نعم ما شاء الله ريما فعلا ريما خالص. ريما خالص فوت على بعض لا لا يا مداهم لا 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 ما تنفعلش قوي. يا نهار ده ريما جدا ريما جدا يا لهوي. الله يكون يا مداهم انت ما اسمع اسمع شوف انت لازم حتى تتعرف علي تعمل سيرش على جوجل ريما ديب. ريما دي ديب ريما يا لهوي ده مش ديب ده اسد. اوكي شوف انت شوف سيرش ريما ديب وحتحب المحتوى قوي وحتفوت على فيسبوك وتتابعني. لا انا مش محتاج احب انا خلاص حبيت المحتوى ما شاء الله. حبيت خلاص لا خلاص حبيت. مداهم مداهم هقول لك حاجه انا عندي محتوى على فيسبوك انا لي 7 سنين شغاله في المحتوى على فيسبوك وعندي تقريبا على صفحاتي 7 مليون على فيسبوك. على فيسبوك عندك 7 مليون؟ ايه عندي عندي 5 صفحات على فيسبوك يعني مجموعهم 7 مليون. قليلين الصراحة 7 مليون عليك قليلين. انا هطلع مصر هطلع مصر وحاجي ب 100 مليون ب 100 مليون في 30 مليون وافدين معاهم برضو. يا الله يا مداهم شفتوا أنيتا هنريك جودنبرغ وهي ماشية في المطار زيها كده. عارفه انيتا هنريك جودنبرغ؟ مداهم انا انا تشرفت ما بدي اوقف لك الا نحن ما راح فينا نلعب معك ولا راح فينا نغلبك ما بدي اوقف لك يعني سهرتك خليك تلعب مع حدا بتقدر. لا لا انا عادي بدخل مع اي حد عادي. عن جد؟ انا متواضع جدا. طبعا اكيد لو منك متواضع مش ناجح هالقد الناس ما بتحب المتكبرين. لا لا الصراحه انا متكبر بس بحاول ابين ان انا مش متكبر. خلاص خلينا عن نيتنا بس خلينا عن نيتنا. بس انت شاب جدا محترم وانا اساسا لما كنت احضر قبل كنت تابعك يعني كنت فوت شوفك وتابعك يعني وانا اقول انا النجاح ما جانيش من فراغ عشان يعني اللي زي كده لما يتابعني بيديني طاقه ايجابيه ايه يا ده انا ده انا ده انا يا مداهم اكيد طبعا ناجا ناجا حبيبي انا اتشرفت فيك انا ضفتك يا لهوي حبيبتي حبيبتي انا اكتر حبيبتي. أنا بدي وجه عبرك لكل متابعينك المصريين وغير المصريين عن جد نيالكم بمداهم وأنا من متابعين يا جدعان. لا خلاص دي بيت زي مراتي خلاص يعني أختي يا أختي ماشي أوكي حبيبتي 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 أختي. الواد قاعد الواد الواد قلبه بيوجعه ودنك يا كوكو. الواد قلبه بيوجعه. لا لا ما تقلقش انا انا حنين جدا. ايوه ايوه لا ده انت كلك حنيه واضح. انت لسه شفتي حاجه؟
لا ولا حشوف وما حشوف. انا حترمك احترام ما حصلش. شفت الفيلم لما الست راحت ل... ل انا عايزه واحد جامد يهد حيطه. ايوه صاروخ. قول لها صاروخ. قالت له صاروخ. قالت قال فين. لا ما تبلغيش قوي كده. اخ يا الله مدام. يا الله شو السهره الحلوه معك. حبيبتي انا هاخد لفه. شكرا على المداخله وشكرا لك. يسعد لي مساك ومسا جمهورك حبيبتي. احلى مسا عليك. احلى مسا عليك. يلا السلام عليكم. باي 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 باي. الولا سيب الولا. فديت العباية. هابي فرايدي. عباية دي أمك اللي بتلبسها أنت. جلابية جلابية قسما بالله مش قصدي. هابي فرايدي. هو النهارده عيد تحرير سينا؟ لا هابي فرايدي جمعة سعيدة. اشكال بالله. كل واحد حافظ كلمتين انجليزي بقى يجي ينتشوا منها عشان يعرفنا ان هو متعلم. ابدا ده انا والله العظيم كده بص فاهم المستر بتاعنا بتاع الابتدائي كان هو يقول لي الكلام ده. خريجه ايه طيب يا ليلى؟ ايه؟ خريجه ايه؟ حقوق. حد بيبص لفين للمعلومات؟ بص انا مش شاطر خالص لا في الجنائي ولا في المدني ولا الحاجات دي بس شاطره في الاجراءات. في الاجراءات؟ عمد قلبي. بعت لي ديب بقلده بقى عجبني وقلت اقلده. ما يخلوه في الجول عشان ياخدوا الكفازات. بتعملوا كده ليه؟ بتعملوا كده ليه صحيح؟ حبيبي يا محمد. طب وش معنى يا اخويا ما انت منزلك اسود ما بتقلدش صوت الاسد اسمعنا الديب. لا عشان بقلتش صوت الاسد عشان انا اسد. يلا بوم. ايوه دي بوم واحده. ايه يلا محمود. محمود ثلاث سبعات. يلا شوف شغلك. يلا حبيبي تكبيس من النار. محمود لا هو كده كده محمود ما بيأثرش يعني. أيوة. من اول ما بفتح لحد ما بقفل بياخد اللايف يقطعه وينزله عنده. اي حد فاتوا اي حد. محمد اي حد فاتني حاجه تلاقي عند محمود. لاوي 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 تكبيس من النار. عظيم. مكسوفه اقول تكبيس اقسم بالله. مكسوفه بتكسف. انت بجحه بتقول لك بتكسف. ايه بقول زمانك بتدفع فلوس كهرباء قد كده على ده كلها ليد يا بنتي. ما انا عارف بقول لك قد لمبه. ايه يعني كل اللي ورايا ده استهلاكه ككهرباء كاستهلاك لمبه. يا سلام ازاي انت بتهزر ولا؟ اه والله. ما دي فكره ان انت يعني يكون عندك شركه تشطيبات. يعني انت عامل ايه؟ اكيد مش سرق كهرباء. هي اسمها ليد بروفايل. ليه كده؟ لا مش بيسرق كهرباء. انت عارفه اللي بيسرق الكهرباء ده؟ انت عارفه ان يوم القيامه هيحاسب على كل المصريين كلها عشان هو سرق من المصريين كلهم؟ انت بتتكلم بجد؟ اه والله يا احمد. يعني عشان 500 جنيه في الشهر تحاسب على مشاريب ل 5000 سنه قدام. يا نهار ازرق. انا عايش في الحر. مرزبات 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 ايام كل جاه غبره. في حد بيعمل حاجة؟ في حد؟ لا ما انا بقول لك يعني تلاقي مرزبات نازلة من كتر ما افتكرت الصولجان الجديد. طبعا انت مش هجيبه لك مرزب. عارفة انت المتقاق اللي هو بيبقى في القارات؟ لا 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 مكسره بالجبال ده. لا تعال المخ دك 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 دك. لا محمود حبايبي تكبيس. قلبي يا محمد.
تكبيس من نار موسى. حسام بيج لاف ذا كتيبة. انا داخل النهارده مش عايز العب جواد، داخل اهزر واضحك مش مهتم بالجواد قوي النهارده. يقولوا معاك كده فعلا والله يا مدى فاير. لا حتى من غير يوم الجمعه بيجي لك اوقات كده بتبقى انا عايز افصل يا راجل. الساحل الشرير خدني يومين وهتوب بعدها عليك وعلى فضل بقى. فضل العوامي ده هو هنا وبطران هنا والدنيا مش بخ... هو جاي لسه ورشروش جايه. عصير ايه ده؟ ده ميه بريل بس مخففه بميه. لا ده عصير ليمون. لا والله ده عصير ليمون. ما تحلفيش. طب عصير قصب هو حاجه خضراء او ممكن يكون عصير جرجير. حش من كتر حبك في الخضار قوي يعني. لا لا انت عارفه فوائد الجرجير ايه؟ مش عايزه مش عايز اعرف يا سيدي. اقسم بالله فاهمه كل حاجه انت. اي حاجه في الحياه ايه ده مدهم من فضلك. عارفين المشكله في ايه؟ اعوذ بالله من كلمه انا. كلهم عارفين كل حاجه ولما انا. طب ايوه احنا في لايف. ماله اللايف؟ فوائد الجرجير مفيد للبني ادم. ايوه بيشد العصب. والله نتحرك على الساعة 2 رايحين فين؟ لابس جلابية. تخيلي رايح فين؟ رايح الصعيد. رايح الطار. رايح الم... ال... الطار. رايح الطار اللي انت رايح له. هو واخد معاك صاحبك. فعش صاحبي يروح هناك. لا انت قلت واخده. انت قلت هتاخد بطران وهتروحه. مش هينفع بجد يا مدهم ولا انت يعني انت ممكن تعرضه للخطر يا مدهم؟ ورايح ليه يا مدهم؟ خطر مين يا بنت انت عبيطه؟ امال ايه بتقول مش هينفع؟ ده حاجه زي كده بتكون نص وزاره الداخليه حضرها. وبعدين دي حاجه الناس ماشيه في صلح يعني خير يعني بقى. انا مفيش حد يغدر فينا الصعيده. ما عندهمش المبدا ده على فكره. وقلت لك قبل كده الصعيده ما عندهمش مبدا ده. حد خارجي عايز يوقع بين الاثنين يروح رامي من هنا تشك تشك تشك. انت فاهم قصدي؟ يروح مخلي الاثنين يمسكوا بعض. يا عيال يعني هو يعني احنا قاعدين في ملعب كوره تشك تشك تشك. مش حد من الاشخاص. مش حد من الاشخاص. ممكن حد مش حابب ان الصلح يتم بين العيلتين. انا مش عايز اقول لك في ناس بتسافر بلاد عشان تحضر حاجه زي كده عشان الناس الصعيده بيعشقوا حاجة اسمها صلح. لأن يعني الصعيد مشكلته الوحيدة التيران. غير كده هو حاجة جنة ربنا على الأرض أقسم بالله. لحد الآن ها موضوع الطرد لحد الآن يا مداه. بالذات أسيوط سوهاج إنا. عندك منطقتين في إنا حجيرات وأبو حزام. يا الله. كل يوم طرب تسمعي طرب هناك. او انت ابو دايم عمر حد كان في عيلكوا في طار بامانه؟ عيله ابويا لا. كان في عيله مامتك؟ بس على فكره انت عارفه المشكله في ايه؟ بتجيبها العيال الصغيره. على فكره إن عندنا في الصعيد ناس عقلانيين او بيحبوا بعض او بيحبوا بعض جدا. وكل قرية بتحادي على أهلها يعني لو واحد معاه مشكلة تلاقيهم كلهم راح. بس المشكلة لما القرية تقع في بعض دي بتبقى صعبة على الكل. حتى يعني البلد كلها بتبقى كئيبة. يعني أنا ما سافرتش الأربع سنين اللي فاتوا عشان ما فيش متعة. أنا هروح هلاقي مدرعات ولاقي حكومة ولاقي دنيا ودين وبتاع والجو متلبش خالص. مش تعرف تقعد براحتك بقى ومش تعرف تقابل صحابك كلهم وقرايبك وتخرجوا وبتاع. فالموضوع بيكون رخم. مكان لما بيكون مكهرب كده ومتلبش وميري قوي اكيد مش هيكون حلو. بس انت ليه قلت المشكله تبقى بسبب اطفال؟ عشان ما بتطلعش من الكبار. الكبار عقلانيين خالص. اطفال دي بتلوزوا شباب عشرينات. خدي عندك من 15 سنه. لان خلي بالك العيل اللي في الصعيد غير العيل اللي في القاهره. فهمت. يعني العيل اللي في الصعيد عنده 15 سنة تلاقيه بيعمل حاجات بيعملها راجل عنده 25 سنة هنا في القاهرة.
لان العلدي شبعت شبعت مرمطه وهي صغيره، شبعت مرمطه حرفيا. بيشتغل وبيتشد عليه وبيتقسي عليه وبيتضرب ضرب غبي، والكلام ده كله هو من صغره عشان خاطر، عشان كده يعني اقول لك على حاجه محدش قالها قبل كده، اغلبيه الصعيده بيحبوا ابهاتهم اكتر من امهاتهم عشان هو شايف الاب القدوه. كايه بقى؟ في كل حاجه، اغلبيه الرجاله في الصعيد بيحبوا ابهاتهم اكتر من امهاتهم. حنينين زياده يعني تقصد؟ مش حنينين على فكره، الام عندنا في الصعيد ما بتضربش ولا بتشتم، من نادر لو لقيت ام بتعمل كده، بس الاب هو اللي بيعمل كل حاجه، فهو بيطلع شايف ابوه قدوته في كل حاجه، فبيكون ميوله لابوه اكتر. وبعدين هنا عندنا عزوه، يعني تلاقيه رايح فرح واخد عياله كلهم معاه وولاد عمه، ده يخشوا 20 30 راجل. دي من حاجه الصعيد برضو اللي مميزاه، مش رايح فرح اتصل بصاحبي احنا رايحين فرح يخشوا اتنين بطولهم، لا يخشوا كده 20 30 راجل يلفتوا نظر الناس، كل مكان المكان كله مين دول؟ يقول لك ده عيلة فلان الفلان، الناس دي كذا، الناس دي كذا. فلا في زي العربان، العربان والبدو عندهم سيستم برضه. عادات وتقاليد ما بتنتهيش في الصعيد، ده اللي انت تقصده. خلاص ما بتنتهيش مهما تكنولوجيا، مهما انترنت عكس هنا مثلا في القاهره وكده، كل حاجه احنا بنمشي قصادها. على فكره الصعايده متطورين جدا والتكنولوجيا وصلت هناك، بس هو ما ينفعش يعمل كل اللي التكنولوجيا بتقول عليه، يعني في حاجات هو بتحكمه اجباري كده كده، سواء حصل ايه دي حاجه ما بتتغيرش عندنا. يعني عندنا مثلا ما ينفعش تتمشى بشورت كده في الشارع. ايه علاقه يا مدير؟ لا شورت لا، انت تلبس يعني انت عارف، انا اقول لك هو بيشوفك بعين ايه؟ ها؟ ان انت معكش هدوم، حتى لو انت معاك تل فلوس، ان انت مش قيمه. القيمه في دي، في الجلابيه. حتى لو لابس طقم ب 10,000 جنيه انت في نظره ما تساويش ثلاثه تعريف. تلبس الجلابيه، على فكره جلابياتهم غاليه، في جلابيات صعيده بتوصل ل 10 و15 الف. انت اللي بقول جلابيات اسمها ايه يا مداهم؟ اللي هي اللي لونها بني. عبايه. وفي تحتيه قفطان وسديري. البتاع دي يا مداهم اللي هي البني اللي بتبقى عامله يا خرابي يا خرابي. بيبقى داخل كانه وزير. لا لا الهيبه بتبقى هيبه وزير. بقى الحته بتبقى متعلقه هنا كده تحت العبايه. حصل هي منا عامله لك كذا تصميم وانت عامل دي تحفه، شكلها عليك تحفه. منا شفت الفيديو لما بقول لك منا و15 فيديو بتاع جاب عندها ما شاء الله 2 مليون حصل. ايوه واخر فيديو هي عامله لك اغنيه انت بتعمل كده كده، هي كده على طول من ساعه ما عرفتها وهي كده، ملهاش علاقه بحد. ده حلو. يلا الحكم، ابعت لك صورته وانا لابس صعيدي تكتب عليها شيخ عربان، شيخ العرب. شيخ العرب؟ تم. قول لي رقمك عشان ابعتها لك واتس. يلا. قولوا هنا؟ قول لي رقمك عشان الكتيبة تبعتها لك واتس. ما هم معاهم الرقم. معاهم رقم. ايوه معاهم رقمك عادي، الكتيبه بتاعتك، الكتيبه بتاعتك لو خدت رقم ايش هيحصل؟ طيب من غير ثلاث ارقام بيوصلوا رقمك ازاي؟ والله ما اعرف، تقريبا ممكن ناس بتجيبه عن طريق، مش عارف. انت عارفه ان في واحد وصلت معاه الدرجه ان هو راح كشف على عربيتي عشان يعرف يجيب رقم تليفوني؟ يا نهار اسود، ايه ده يا مداهن؟ والله العظيم يعني هو بيقول لي انا بقالي مش عارف شهرين ولا ثلاث شهور بحاول اوصل لك، ورحت كشفت على عربيتك البيجو القديمه مش باسمك، وكشفت على الام جي مش باسمك، رحت جاي باصص له كده اللي هو انت ازاي وصلت معاك؟ الدماغ دي الواحد ساعات ممكن يخاف، وفي الاخر اصلا خده من واحد.
ده دماغ شغال يا مداهم، خد بالك كده. لا ده انا عايز اجرب معاك حكم حلو كده، ملح وتلج. بقول لك ايه، هتحسي بانتعاش في ايدك. انا اعمل ملح وتلج في ايدك؟ طب ده دي انت تعمل ملح وتلج ليه كده؟ وانا بقول لك تعالى نبني عماره، هتجيبي شويه ملح وتحطيهم كده. والله عيط ولم عليك اللايفات. كان نفسي نكون مش في لايف، كان نفسي نكون مش في لايف، كنت حرفيا كنت هعرف. لا انت هاتي شويه ملح حطهم على ايدك وحط عليهم مكعب تلج. لا ما بعرفش يا ريم ولا اي حاجه بجد. لا انا لو واحد متعمد انه يقرفني فما بقرفش، انما لو عملت حاجه بتقرف وجت معاك عفويه بقرف. سليم ماشي. ورد يا حبايبي، ورد ورد يا حبايبي. يعني انت مسافر الساعه 2 بالليل؟ ان شاء الله باذن الله. بالسلامه يا ربي. مدام بتاخد كم ساعه في الطريق؟ كف مريم ساعات. والله يعيط. هتصدق بالله؟ انت بالله والله مش شايل هم المشوار، انا شايل هم الوصله بس. وصله؟ وصله من اسيوط لسوهاج. دي طريقها وحش يعني؟ ده طريق كفار، ده طريق عاملينه كفار، ناس ملاحده، لا مش طبيعيين يعني. انت مش بني ادمين اللي هيمشوا عليه. 15 متر مطب. وايه بقى؟ مين اللي هيزيد على التاني في المطب؟ يعني اقسم بالله واحد ناقص يجيب الجبل بتاع الرهينه ده يحطه مطب. ناس تطلع عليه كده بعد كده تنزل كده. بيعملوا مطبات على الحرام من ديني. ترجع هنا تظبط عفشه، اربع مساعدين جداد عشان تبدا كده تمشي بالعربيه في الوسط دي. اه والله يا الله. طب هما مش ناويين يجددوه خالص؟ هما بيدخلوا الغاز، فهيدخلوا الغاز ويجددوه. لان طب المشكله مش في المشكله مش في الدوله، مشكله في الناس اللي بيقطعوا على الطريق. بس هو غصب عنهم، في ناس بتستعبط، في ناس بتجري. في تلاقي واحد جاي مش فاهم اي حاجه يجري بقى، وممكن يخبط حاجه، وحاجات كتير ماتت يعني. في حيوانات كتير قوي ماتت على الطريق ده. يبقى واحد يعني مربي 3 4 غنمات، تلاقي واحد شال واحده منهم. ف لا انا مش جاي اسيوط، انا هعدي على اسيوط، اخش من ساحل سليم بداري. يعني الوصله دي بتاخد منك وقت لوحدها قد ايه يا مداهم؟ الوصله دي ساعتين لوحدها، 45 كيلو. انت متخيله 45 كيلو في ساعتين يا مداهم؟ في وصله فيها مطبات كل ده؟ انت زمانك يا اخي. ايه ده؟ انا بالنسبه لي الطريق هو الجزء ده، هو ده الطريق، انما ال 500 كيلو اللي باقيين اه مش مهم. 45 دول هم المشكله. اه والله العظيم اقسم بالله هم دول. طيران ايه يا عم؟ ما فيش هناك طيران صح؟ في مطار سوهاج بس هو الصلح بكره. لسه يا جماعه مش هيحجز تيكت ويروح وبتاع، فيروح بعربيته احسن. حتى لو في طيران انا هروح مع قرايب احسن. وانا ايه اللي ينزلني سوهاج بعد كده اخد عربيه وارجع تاني لمكاننا طب وليه؟ ايوه صح، عشان بعد ما يخلصوا الصلح هيرجع مع اهله اسيوط. وهتقعد في اسيوط كتير ولا هترجع على طول؟ سوهاج مش اسيوط. هتقعد في سوهاج يعني بعد ما تخلص الصلح؟ هو يوم. متقدرش استحمل غير يوم. لا والله انا لو عليا عايز اقعد اسبوع اسبوعين، اقسم بدين الله كنت رايح هناك مفس دماغي. انا اول ما رحت اصلا قعدت 3 ايام محدش عارف عني حاجه. تليفونات رميها، قاعد مع قرايبي نهزر ونضحك، ولا ستوري ولا لايف ولا اي حاجه. فتحتش لايفات غير لما رجعت هنا. فتحتش ولا هناك. عمرك ما فتحت هناك يا مداهم؟
لا نفسي افتح من هناك، بس الدنيا هناك اغلبيتها ضلمه. ما حلاوه الصعيد ان هي راحه نفسيه بقى، انت في اماكن فيها بتمشي فيها على نور القمر وبتبقى شايف الارض كويس. تيجي مكان في نور يعني، اكيد الضلمه زي مدام كله لا اغلبيه الشوارع ضلمه. وما بالك بقى جارك الله من كلاب الصعيد. ياه الناس في الطبيعي بتربي الكلاب عشان تحرس البيت، ده بيربي الكلب عشان اللي يعدوا من قدام البيت ياكلوا. يا عمي ده اقسم بالله كلاب بلدي يعني حرام ربنا اقسم بالله. وانا عيل صغير كنت فاكر ان انا فالق لكلب دماغه ومصمم يجري ورايا عشان يعضني. وانا كنت بعمل ايه مع ان انا ما بخافش من الكلاب، هو الكلب طلع ورايا. انا كنت رايح حته اسمها الراس الكبيره. الراس الكبيره دي يعني الناس اللي من سوهاج عارفين يعني ايه الراس، يعني من اخطر الاماكن على ضفاف النيل، لان اي جثه بترسى عندها، لان هي حجاره ماشيه لحد نص النيل كده. فالراس الكبيره اكتر حاجه خاف منها الكلاب. انت ازاي تفرق لكلب دماغه نصين؟ ما هيعضني، ما يسيبه يعضني يعني. فضربته بايه مثلا؟ ايه كان في ايدك حاضر دلوقتي تضربه؟ بقلب طوب ومجري وراك تاني؟ اه والله العظيم. ما يعني ده ما سابنيش غير عند البيت. قلت له يا ابن الوسخ انا وصلت، هتدخل ورايا جوه؟ والله العظيم ما رضيش يسيبني. هناك الكلاب في الصعيد كده بيربوها عشان اصل بيبقى بينزل بالليل ثعالب وديابه من الجبل، وبيخافوا من الكلاب. وعلى فكرة الصعيد على طول لو تاخد بالك ان هم بيمشوا بعصيان كده زي خرزان كده عشان الكلاب. بس اللي نفسي اروحها بجد والله انا بص صراحة انا رحت مرة سوهاج. نفسي اروح انا واتفرج على التحطيب. ايه لما تخلص لعبني جوله في الاوفيس. خلاص انا نازله نازله ماشي. يلا ما انا كنت داخل سفن ليه كده ثواني. يلا جاهز؟ طب لو كسبتك هقفل ابع سجن عندك وابعت لك اسد. انت يا عم الحكم هيمشي عليك، لو انا كسبتك انت كمان هتبعت لي اسد وهتقفل وتبقى سجن عندك. خد انت بتنزل لي بالقلب ابو ميدا بتقعد 3 ايام مغص يعني هتنجز تلعب. طب انت كنت نازله ليه؟ والله انا قلت له، هو قال لي استني يا خد خلاص هنزل عادي. حاضر يلا باي باي. ثواني ثواني اروح حاصل الخواجه واجع قبل ما اكون خلصت الليله بتاعتكم دي. ايه جزيل يا كتيبه على الباب؟ ايه جازين بلاش فتحه السدر دي ولا ايه؟ بلاش فتحه السدر دي ولا ايه؟ بقول لكم نانس حبيبه بلو يا عم. انا فتح لايف شيروا اللايف شيروا اللايف. زعلتوا؟ هنتقم لكم منه دلوقتي. جاهز يا حودي؟ ثواني ابو عريق شويه بس. بقول لك ايه؟ بتقبل انستا بي؟ جاهز انا جاهز. استنى جاهز جاهز يعني لو كسبتك بجد هتبعت اسد وتقفل اللايف بتاعك وتيجي عندي السجن؟ يلا قول وربنا ينفذ. وربنا ينفذ. انت ربنا اللي نفس. استنى بس يا شباب جاهزين؟ لو قلت كلكم جاهزين انا كده كده بتلكك عشان ابويا عنده حفله في الساحل عايز اروح. ولا ايه؟ ابويا عنده حفله الساعه 3 في الساحل فانا بتلكك الصراحه. الساعه 3 الفجر؟ اه يعني بالظبط يعني دلوقتي الساعه 1 الا ثلث. المفروض دلوقتي اركب العربيه وانا جاي رايح. طب هو مش مقفول الساحل؟ لا اتقفل اخر الساعة واحدة.
والمصحف. اه والله. يبقى داخل الحفله انا قاعد معاه. يلا شوفنا بعد. لا نلعب جولة، تنزل لي اسد وتجي تسجن عندي. طب وتسجن اخوك؟ ما اخويا داخل سخنان عليا بقى. ما اخويا داخل. انا معلش انا دلوقتي بس انا باخد فيتامينات زنج وبتاع، فهتلاقيني بس عصب. تاخدها في ايه؟ عضل؟ لا يا صاحبي، انما انت العضل بتاخدها البوسه فاكر. غلطت انا باخد فيتامينات. تصدق انا ما باخدش فيتامينات خالص. بس لا ده سبب اسرك بقى، ما ده اللي حق صغير. ايه عمال تبعت ايه؟ عملت ايه مع مين؟ ايه؟ انت بتقول عملت ايه مع مين؟ لا بقول عمال تبعت ايه؟ يلا جهز يا كوكو. بلاش تناك، بلاش الاسلوب ده عشان اعاخدك رايح جاي وهشطفك والله. جاهز انت؟ يا اسطى انا ما بتنكش، انا قاعد انا والبت في امان الله، لقيتك داخل وعمال تكسر وتهبد ويلا يلا يلا يلا. طلع الله. وانت في الاخر شرشوب. طلع الله. على الصلاه والسلام. جاهز؟ انا جاهز. ثواني. تمام. بص يا ابن عم. انا اقول لك كلمتين بجد وربنا. انت وابنك على الغريب، وانت وابن عمك عليك على السرير يا فاكر. تمام يلا شوف لنا اتنين بجد. يلا. لا انا العب ضدك. ماشي مش مهم، شوف اتنين عندهم مستوى يا عم وقتل الاتنين بالجعل. لا طب ما العب انا وانت دلوقتي كده سك. انت عندك كام في اللايف؟ 6000. اشوف من عندي 13200. تمام. وانا عندي 5300. تعرف انا لو رسترت اللايف دلوقتي اه هيبقى 20000. تمام. بس انا عشان يجي لهم اشعار يعني. كان في ماتش يا ابني. لا مش القصه، مش في الماتش القصه، ان انا دخلت فتحت بالاكونتين، الاكونت بتاع ال 750000 رجع. اه الاكونت ده اقسم بالله كان والله العظيم كان داخل على 900000. بص لا قدر الله بقى، بص بص يعني مش الاكونت رجع، ربنا يستر على الاكونت ده. هم بيسلموا بعض، تحس ان هي ورديات. دي حقيقه. اه والله. التاني كان عليه حاجه؟ كان عليه مخالفات وكده؟ ولا اي حاجه، ده كده لوحده كده رباني واتفتح لوحده. انا ما فكرتش ان انا افتحه اقسم بالله. والله لوحده هو اتقفل، انا ما شغلتش بالي بيه اصلا. مين الملكه دي؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هي جوله واحده. ابعت لك رساله اطمنك. يلا ماشي. جوله واحده. ماشي. صحيح. جاهز؟ جاهز. اسد. اسد وتقفل لايفك. ماشي يلا. يلا يا كتيبة. يلا يا كتيبة، اعتبروا ان دي اخر جولة هلعبها. افتروا. اه ماشي ماشي. بص يا كلام، لو خسرت هقفل وافضل طول الوقت. يلا شير يا كتيبة، شير 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 يلا. مع بعض كده. شيروا اللايف يا جدعان. يلا. ابعت. طب استنى شير اللايف شو، عشان انا عندي سيبه لايف. شباب اللي عندي شير كام؟ شير كام عندي دلوقتي؟ شير يا كتيبه، شير شير دقوا شير. شيروا اللايف يا جدعان، شيروا اللايف يا جدعان، عشان دي جوله حماسيه زياده عن اللزوم. تمام؟ صح. عارف اللي هيهرني؟ اللي اسد النعمة حاطه. لا لا بس عادي يا عم، راح راح بيتي يا عم. بس احنا عندك هتبعت اسد بس ابو 5000. وانت؟ ب 5000. طب ليه يا عم انت برضه انت العاقل والكبير بعت ابو 15 ابو 30 ده؟ لا 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 الكبير في البنطلون. خلوه يلا اللي لا لا يا جدعان في ايه؟ ده مداهن. يلا. ده مداهن والله، والله مداهن يا جدعان. يلا يلا بخسر من اي حد وبكسر اي حد وعادي. اقفل الكومنتات. يلا يا كتيبه. بص يا جدعان صلوا على النبي. على الصلاه والسلام. بس في الاول بعد كده ربنا يستر. يلا. يلا. ابعت. يلا يلا.
خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات. روحوا عن نضارة، ثلاثة في خمسة عن نضارة. مش راضي يقبل يلا، وربنا ما راضي يقبل. يلا 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 خمس مرات، خمس مرات في خمس مرات. قول اللي باللايف يكمل، قول اللي باللايف يكمل. لا التكبيس ده مش حلو يا كتيبة. خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات. 7000 اللي في اللايف تكبيس بس، تكبيس بس. عن نضارة، عن نضارة. قول يكبس بس، تكبيس. النت بيعلق ليه فيه؟ النت بيعلق ليه؟ تكبيس بس رجالة. ده شير، النبي ده شير. أنس تكبيس بس يا جدعان، ما حدش ينزل كونفاشات خالص دلوقتي. كونفاشات ايه شويه؟ ارعب اخويا. طيب حسام تكبيس من نار يا جدعان، حبيبي تكبيس يا جدعان. يا كتيبه يا رجاله، خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات. تكبيس بس، يلا جاهزين. يلا شباب، شباب كونفاش في اول الدبل يا كتيبه. يلا رجاله انا هشغل لكم اغنيه حماسيه. يلا بينا وكل الحماس يغرق راسنا. ليكم فاز دلوقتي يا جدعان، ليكم فاز دلوقتي يا جدعان. جدعان كله يشير اللايف ويكبس تكبيس يا جدعان. الكوفاز بالدبل يا جدعان، 7000 في اللايف. هو عنده رقم 14 ولا 13000؟ 12. عايزين نعلم عليه تكبيس بس. الناس حرام يا جدعان الكوفازات دي، عشان كده الكوفازات عايزها مع الناس اللي نعرفها بالغلط. قلبي جدعان احنا المفروض يبقى 21000 تكبيسه كده. اه والله تريبل. يلا حي يا محمد، يلا تريبل حي. لا لا احنا بنهزر يا ابني يا حمو، واحد الله احنا بنهزر. ده اخويا والله، ده انا جاي له الافتتاح بتاعه. افتتاح يا ابن العبيط اسكت. ايه التهور بتاعه عامل ايه؟ الدبل يا جدعان، التريبل 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 يا بيري، التريبل يا شباب التريبل. كفاز في اول الدبل، نفتح التريبل اخرس 64 ورده. التريبل التريبل يا جدعان، افتح التريبل، افتح التريبل. يلا يلا يا جدعان، ما تهدوا على القفازات يا جدعان. يا ربنا يستر بقى. يلا ربنا يستر. ايه طب حد يرمي قفاز، حد مع بعض يا جدعان، حد يرمي قفاز يا جدعان، حد يرمي قفاز. روحوا الهرم الرابع. طب القفاز تكبيس، تكبيس عايز تكبيس. انا شباب حد معاك قفاز؟ حطينا حط سودا، حشرنا في المنزل. واحد الهرم الرابع يا شباب قفاز. عمك اللي معاه قفاز يرميه. ولا احنا بنهزر يا ابني، تكبيس يا جماعه. لا خلاص خلاص مش مهم. لو كانت على الاسد ابو خمسه هبقى طب حد يرمي قفاز عشان نسهلوها. واحد قفاز عشان نسهلوها. الناصر يا ناصر حي يا نهار اسوخ. اقفلوا لي السكور 200000 بالتكبيس، اقسم بالله لو كلكم كبستوا هترفعوا السكور. تو فالي هو انا مش شايفك انت عشان اشوف السكور. اوب 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 اوب. مرحب الله 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 ابو طيب. حلو يا لسه، حلو حلو. ارحب قفاز في اخر 30 ثانية يا كتيبة. ارحب يا اسطورة اخويا. قفاز في اخر 30 ثانية يا كتيبة. بلاش طفى انسى يا ارحب. يلا قفاز 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 اخويا. قفاز يا شباب رجالة مع بعض، مع بعض خلي بالك مع بعض يا كتيبة. خلي بالك كل طياراتكم قلب 5000 حشيش مع بعض.
شاء الله. هيك جوله مطروح عشيش. هاي الناس خلي بالك شباب، الجوله مطروح. خلي بالك الجوله مطروح. خلي بالك مطروح. خلي بالك خلي بالك. لا يا نهار ازرق، حوده شيبك سيبني ولسه ده انت يومك اسود. حوده شيبك سيبني رجاله. ابو تيم اخويا. لا الجوله حلوه، الجوله حلوه. طب وده يا بيري، الجولة حلوة. كومنتات ابو تيم وكل الكومنتات ابو تيم قلوب. حشيش الهرم الرابع بالغلط اخويا، ورب اللي خلقنا وهم ديد. كل الكومنتات ابو تيم قلوب وتعمل له متابع اسلام أخوي. بالله شباب نضيف الداعمين. شباب نضيف الداعمين ايوه ابو تيم. عاش عاش عاش. هيجت على الناس، الناس كلها عم تقول افتتاح ايه. انا اسف معلش ما تتلككش. بص خلاص بقى ما اعرف خلاص حصل خير. المهم بص يا يلا الجوله الثانيه يا حبيبي. لا 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 مجحفلين. قايل لك جوله ومصحف مجحفلين. طلع النبي على الصلاه والسلام. قايل لك جوله قدام الناس اللي عندك واللي عندي. حصل لا لا لا, لا, لا. خلاص خلاص هتلعب الثانيه ولا لا؟ انا ما جحفلتش ما تمثلش. لا مجحفلين مقحفلين مقحفلين. واحد لا اله الا الله. انا صاحبك واخوك. بص لي كده بص لي بص لي. لا اشيل النضاره عشان اشوف. اهو يا عم انا قايل لك قبل ما العب ايه جوله وقلت لي ايه وقال لك. والقحفله جولتين مش قحفله. لا قحفله قحفله من بعد العشر ثواني بتبقى قحفله. افهم 10 ثواني. طب العب الجوله الثانيه يا حوضه. يلا يلا هتفلس كده. معلش ثانيه نقفل الكومنتات. عجبكم اللي حصل ده يعني؟ لا لو كنا كبسنا وشدنا حيلنا. ما تضيعوش القفازات كده يا جدعان، ما ترموش القفازات كده. قفاز في الدبل. لا مش مش قحفله دي وربنا، انت كده بتفلس خلاص. لا 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 يا عم خليك خلاص، مش عايز مش انا ابعت لك اصلا خلاص يعني. خلاص تبقى بنمر بقى. لا عيب عشان الناس بقى ايه. لا طب بس انت كده فلست خلاص يا جدعان. طيب يلا العب الجوله الثانيه. لا طب ما تبعت اسد وبعد كده نشوف. يا عم والله ليك في ذمتي اسد ابو 5000 بس. طب واقفل بقى وخليك سجن عندي. ماشي طب العب الجوله الثانيه. ايه الشغله دي؟ لو كسبت الجوله دي يا عم هقفل وهاجر ملك اسدين من ابو 5000. خلصانه؟ مش جاهز. لا ما هو انت ما تجيبش داعم وتيجي تخبط لك جوله وتجري. لا 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 واحد اللي خلاص. انت دلوقتي قلت ايه؟ خلاص انت احنا قلنا جوله. هتلعب تاني ولا لا؟ هلعب تاني. طب ماشي نفذ بقى اول حكم بعد كده نستر وتعالى. لا ما هو انا مش هقفل لايف واجرب ليك في. يا عم حلفت لك بالله ان انا هرمي لك اسد بس خلصان. يا عم ده فرق 100 يا عم. جحفله فين يا عم؟ معلش انا عارفه. طب ماشي يا عم العب جوله تانية. انت كسبت وانا هقفل اللايف دلوقتي وهنزل لك اسد. ده اخويا مدام اخويا ايدو. انا عارفه. بص في عينه عشان هو مش عايز يخليني اشوف عينه. بصوا يا عم هو عيني مالها. عيني مالها ايه؟ قرب كده عينك. مش شايفها اهو؟ لا كذاب. لا لا كذاب. انا حلفت. لا ماشي يعني. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص انا مسامحك يا عم طالما انت مش عايز تنفذ. يا عم وربنا هنفذنا. انا قبل ما العب قلت لك جوله واحده اقسم بالله. حصل استنى كده يا عم. ماشي انت كسبت وخلي بالكوا عشان الناس عاش عاش يا دانجر اخويا دانجر. حصل يا جدعان. خلاص يا جدعان يا عم اخلص يا دين امي. طب يا جدعان جاهزين؟ انت مش ليك حكم. انا حلفت ان انا انفذه لك. العب جوله ثانيه. طب ولو انا خسرت تيجي تنزل لي اسف؟ طب وايه ده؟ ايه الكسه في كده؟ لعبنا انت لعبت جوله وكسبت مبروك يا عم. ويا عم ليك عليا ان انا هقفل قبلك وانزل لك قبل ما انت تنزل لي. خلصانه؟ مش عارف. ما تخافش يا حوت ده زي شركه الدبوس. لا والله خايف. لا والله ده انت ابن حرام. لا والله لا انت اصل انت هتكسبني. هتكسب هتكسب
مش هكسب، ما عنديش حد. لا والله عندكش حد. ايه كل ما عندكش حد يخرب بيت امك، امال لو عندك حد ما شاء الله. لا يا والله لا العظيم اقسم بالله احمد لسه داخل، والله ما كان يعرف اي حاجه. لا والله ما اي حاجه. ايه ده ما شاء والله الله، والله جاي بالصدفه، والله جاي بالصدفه اقسم بالله، وقعد بالصدفه. لا احمد جاب محمد ومحمد جاب خليل. لا يابا لا لا لا، ده انا كده خلاص. ما تخلص يا حوده، بطل بدانا حوده. لا 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 خلاص خلاص، شوف لنا حد تاني يا عم. خلاص العب العب، ايه مش عارفين حاجه انتوا. بلا العب العب العب، ما تخافش. لا خايف. لا والله لا 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 يا دين ام حوده. سلام يا حوده. ما انا مش هلعب، هتكسر هتخسر هتخسرني انت. ما انت ضان يا حوده، ما انا بقول لك العب يا عم. في ايه؟ ما احنا هنلعب يا عم، وايه خسارك يعني؟ خدت منك الكاس. ما انا طول عمري بخسرك. ده انت كسبت جوله، مش عايز تلعب تاني؟ احتفظ بيه عشان انا عارف انت مش هتنام، مش هتنام النهارده. مش هنام ايه يا عم؟ بقول لك هنلعب جوله، ايه المشكله؟ لا انا مش هلعب رباعي، انا هلعب معاك جوله. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هتكلم كلمتين مع الناس كده، ثانيه وهاجي لك اشوف. بس انا ما اضمنش، ما انت مالكش حل يا عم. ام الحكم اللي انا هنفذه انت هتنفذه، اللي هيمشي عليا هيمشي عليك. ما خلاص انت بضان ليه؟ انا مش فاهم والله. اكتبوا العب 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 العب. ما في يا عم الناس عندك عايزه تلعب، ولا الناس عندي بيقولوا عايزين نلعب؟ اخلص. انت عندك 20,000 دلوقتي؟ 19,100. ده سعر كيس السبعات ده ولا ايه؟ طب يلا ادخل. يلا كتيبة يلا شغل الاغنية كده. طيب شغل يلا يا حودة. فيها يا حودة يا دين امي؟ انا ما عنديش حد دلوقتي والمصحف نزل. طب وايه يعني يا عم عندك؟ طب ما انا كنت بلعب معاك اقسم بالله ما اعرف ان احمد هينزل لي السكور ده. اللهم صل على ايه ده يا عم ده؟ لا 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 انا خايف. لا 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 صلى. ما يا جدعان مش عارفين حاجه انتوا. ده هو بعت لي في ثانيه وصلت لي حاجه انا هنا، ما بالكوا بقى ممكن يكون حاجه حصلت. طب اخلص يا اسطى عشان الناس عماله تبعت. اخلص عشان ما تزعلش حد مني. لحد عايزين يلعبوا رباعي يعني؟ لا الناس بتبعت لي عايزين يدخلوا معانا. اخلص بقى. طب هاتهم معانا، هاتهم معانا، هاتهم معانا يا عم، هاتهم معانا. عايزنا ننزل يعني؟ والله العظيم يا حوده لو ما لعبت الجوله دي ما هلعب معاك تاني طول حياتك. عشان انت كده بضال. استنى ده جات لي رساله من 60 داعم عندك. داعم عندك يا ابن ده، واحد بيقول لي 60 داعم يا عم. والله ما احكم عليك غير الحكم اللي انت لسه حاكمه عليا. بس يا عم ما بص صلى على النبي. بص على الصلاه والسلام كسب خلاص. لا 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 انا عايز العب جوله معاك يا ابني. ده اللي بيبعت لي بيقول لي في 60 داعم عندك وهو معاك. طب بص قول لي مين اللي عندك وانا اقول لك. معلش يا عم قسما بالله ما عندي غير احمد، انا ما اعرفش مين اللي عندي. سيبك من الكلام دوت، ممكن يكون في ناس قاعده مخفيه، فممكن يكون لسه ناس داخله ما ضربتش. تخلص يا عم نلعب جوله ونقفل ام البرنامج الخرا ده، انا مش فاهم فيه. يلا يا عم عشان مسافر. صح ايه سهاك؟ قولوا المصحف. والله ساعه ومسافر. ما بحبش انا شغل البيضان دوت، ويقعد يكلم الناس ايه طب هكسب هخسر. طب مش عارف. ثانية يلا ثانية يلا ثانية يلا ثواني. لا مش لاعب انا صح. انا خسرت انا خسرت. انا ابعت لك اسد يا عم. انا خلاص انا خسرت يا عم. والله ما والله مع الاسد انا عايز العب معاك جوله. لا 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 انا معك. طب انا حلفت هتوقع حلفان الله، والله ما العب معاك بجد يا عم. ايه الشغل القمص ده؟ ما لا عشان انت شغلك شغل اطفال، تدخل لي بداعم تلعب جوله تكسب تقول لي لا انا مش هلعب تاني. ما فيش اللعب ده هنا واحد الله. انا قلت لك اول ما لعبت قلت لك انت عندك شيفو. والله ما عندي اقسم بالله ما عندي. ايه يا عنده مين؟ اديني حوده عشان حلفان ربنا. عشان حلفان ربنا هتلعب ولا لا يا عم؟ اديني حد عشان ما تزعلش مني في الاخر لو بعت لي وما قابلتكش. ايه الشغله دي بجد؟ والله العظيم زي ما بكلمك زي ما عشان حلفت بالله بجد والله. وانت ايه انت بتصلي؟
طب ماشي، بصلي ما بصليش هتلعب ولا لا؟ هتكسبني انت خلاص، انت عندك ليه يعني؟ هو انا اول مره اكسبك يا ابني؟ في اسامي بتتقال عندي هنا، انا بشوف لها فيديوهات فيها مليارات. يا عم انتوا يا جدعان، انتوا كبرتوا الموضوع ليه كده؟ يا عم ما كبرناش مواضيع، هنلعب جوله يا حوده. في ايه يا حوده؟ كسبت انت خلاص، كسبت كسبت يا عم خلاص، كسبت بقى، ما تبقاش بدون بقى خلاص، انت كسبت خلاص. ماشي وبعدين؟ طب انا حلفت العب معاك جوله. خلاص نلعبوا جوله وافصلها يعني؟ لا هنلعب جوله. كاملة؟ ليه نلعب جوله ونفصلها؟ ايه يا حوده؟ في ايه يا حوده؟ يا دين امي، ايه اللي كامله ونص جوله؟ في ايه يا عم؟ يا ابني انا بص بيتقال لي ده في ايه يا حوده بجد؟ في ايه؟ في ايه بجد؟ مش عارف. شيفو شيفو والسيكسا ووهبه ومستشار ودلوقتي والله ما عندي غير احمد النسر. سيبك من الكلام ده، الخمسه دول ده ممكن ينقلوا دبي هنا يا ابني. طب انت عايز تحرق ولا انت عايز ايه بالظبط؟ بصراحه انا كنت عايز اخسر عشان اروح الشغل ورب اللي خلق. طب صلى على النبي، صلى على النبي على الصلاه والسلام. انت مسافر امتى سواد؟ الساعه 2 اتحرك. قولوا المصر. مش لازم احلف يا عم، ماشي لو كده دي معاك وربنا. تعالى والله انا رايح الصبح. كم يوم؟ يومين بالكتير ماكسيمم يومين. وروحيات ربنا ممكن اجي معاك. تعالى والله استناك. اجيب عربيتي؟ لا انت هتيجي من القاهره. هي من القاهره لسواج اقرب ولا من اسكندريه لسواج اقرب؟ من القاهره. انت لازم تعدي على القاهره حتى لو انت مني. طب استنى. معرفش ماله مرعوب ليه؟ مرعوب بجد صدفة يا ابني. كسب مرة. رايحين فين في صعود لسه؟ والله انا هكلم عبده ابن عمي لو قال لي تمام والله هاجي. اقسم بالله يلا. تيجي نطلع صعود؟ يعني مش دلوقتي يعني، كمان ساعة ساعتين كده هروح انا. لا انت يا دوبك تتحرك من عندك عشان نشد الرحال مع بعض. مداهم معاك مين انت؟ معايا ثلاثة، أنا واتنين تاني، احنا ثلاثة. ما ينفعش تبقى أنا واحدة عربية كده تبقى بطون الصراحة. ليه يا عم؟ ده هيسالونا، ده في عربية تانية هتطلع معانا يا بقى، هنبقى تلات عربيات على الطريق. رايحين يقضوا، هيقضي يومين هناك. عادي هنلف في سوهاج ونشوف اخواتنا هناك وولاد عمامنا وقرايبنا. ايه انت اللي هتشجعني؟ لو قلت ماشي هروح جاي اخد عربيتي ونص ساعة ومدور ورايحين سوهاج. قلت لا. هو والله نجيبه عمرو ريعه يسوق، هنجيبه عمرو ريعه يسوق وربنا ما بهزر. يلا اخلص يا عم، وجايبين اكلنا وشربنا كله وهو عامل حسابنا في كل ده. والله العظيم جايبين حسابنا. استنكح ابن الوسخ. لا خيمة ايه يا عم، اقسم بالله اعمل اللي بقول لك. جاي حبيته وجايبينها فيون وحشيش وشغل صيدها هناك يا ابني. ده هو ده العيله بتاعته. ده انا شفت رحت له بصوص. لا ده تمام هناك اهو ولا انا كل ده هو عشان الجوله ما تزعلش مني. عشان شكلك بقول. والمصحف بيقول لي يلا بينا، خد كلم مداهم عبده اهو. يا عبده يلا يلا. وربنا هنروح بجد والله، هنروح بجد. يلا حضر، روح المكس حضر حاجات يومين بالظبط. والله حضر يعني غير بوكسرين وفي النت حملات حملات. اسمع بس ولا عنه الزياده ما تخلص يا حوده. فيها حوده هات لك غيار. يلا وحضر شنطه وحياه ربنا هنروح. يلا شويه. يلا ايه يا عم ايه؟ انت قلت يلا قدام وهيشبط هو مدا ايه مين ده؟ اقسم بالله هنروح بجد. يلا يا عم نقضي يومين ونيجي. يلا اوديك عند قرايبك. احلف والله اوديك عند قرايبك. اروح عند قرايبنا هناك، هناكله عسل وجبنه فطير وشغل. احنا هنرجع مربربين تاني. يلا ولا ايه؟ لا وعصبك هيشد. بيشد بالفيتامين زد. طب نمشي بكره بيقول لك؟ الصلح بكره، في صلح بكره. حوده اقفل واتصل بيا، اقفل واتصل بيا افهمك حاجه. صلح اقفل واتصل بيا. لا خلاص يا عبده، ده ما فكروك انت قريب ويقول لك ده خلاص هو ده قريبه موتوه. لا يا ابني
لا عامل لك هتروح تضحي بينا ولا ايه؟ لا, لا طب اقفل واتصل بيا. ماشي يلا. بيقول لك اعمل حساب نجيب قطر ولا حاجه. قطر ماشي. راح صلح. اتصل بيا طيب. 015 ولا انه؟ اه. بس انا ارد عليك على المباراه. ويلكم. اهو جبتولك اهو. جبت لي مين مدايم؟ انا كنت بعبر شويه. ماشي يا حمو مدايم. يلا خلص وابعت لكم تاني يا بنات. يلا حبايبي يلا بور. حياك الله نورت. ايه يا حمو يلا. تكرم. هو راح وين؟ اه يا محمد. مدايم فين يا اولاد؟ مدايم فين؟ ما بعرف. ها مدايم فين يا حبايبي؟ بيحاسب على ايه؟ بيحاسب بتعارك بيحاسب راح مشوار بيتكلم في التليفون فين بجد؟ يلا سلام. ايه ده؟ تحليل؟ ثواني عشان اروح اجلد حوضة وجاي. ماشي ماشي ماشي. قولوا له يبعت لي. ده انت يوم امك اسود النهارده. ما انا عارف هو بيحرجم كل ده عشان يمشي. وراح فين؟ هو في ايه يا عم؟ ما انت قافل ام الجست دي جدك. يلا ماشي يلا شير اللايف. شوف تليفونك هبعت لك حاجة على التليفون. والله العظيم هينديم نلعب معاه تاني قسما بالله. على فكرة اسلوبك مرفوض. والله العظيم هتندمني العب معاك تاني. ثانية طيب ثانية واحدة. مش انت عايز تلعب في ايه يا عم؟ انا هوريك. انا مش فاهم والله القرف ده. اصبر يا محمد سيبها للجولة يا محمد. اصبر يا محمد اصبر يا محمد. هو عمال بيخطط بيشوف هيعملوا ايه. انا ما فهمتش منه حاجه. بص يا جدعان يا جدعان تكبيس نار يا جدعان ما تخافش ما تخافش. ايه بس بصوا انا عارف ان هو يعني عايز اخد بطاره. انا عارف بس ما فيش بطار. ده اخويا يا عم. ده انا ماشي 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 سهل 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 ماليش غيره.
يلا جاهز؟ انا جاهز. اللي معاك قفازات خليه في الاخر يا جدعان. يلا قفاز في الدبل، قفاز واحد بس في الدبل. انا عايز انام بيها دي الصراحه. انام بيها مش عارف. وبتحلف وبتاع بتتخيل. المهم ماشي يلا يا جدعان. استنى انت فهمت حاجه من الريكورد ولا لا؟ يا عم اخلص يا عم. يلا شباب تكبيس بس يا شباب يلا. تجيبهولي متكتف خلفي، تجيبهولي متكتف خلفي. تكبيس من نار، تكبيس 3-5 على النضارة. تجيبهولي متكتف خلفي. تنجي يا جدعان تكبيس بس يا جدعان. تكبيس يا كتيبة. تكبيس بس. اكتب يلا. تكبيس تكبيس. احنا 23,000 في اللايف. كل اللي في اللايف 5 مرات في 5 مرات في 5 مرات. تكبيس. يلا عشان نفتح الدبل. يلا نفتح الدبل. تكبيس يا كتيبة. تكبيس يا كتيبة. ايوه بتبيعني انت لسه شفت حاجة. انت كده خلاص ده وشك ضحك اهو. وشك لا ضحك. لازم 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 العب العب العب. تكبيس كاتب. انا عايز تكبيس كل اللي في اللايف 5 مرات في 5 مرات في 5 مرات على النضارة بس. طب تخيل بقى بعد كل دوا كسبتك تاني. تخيل انت يجي الدبل بس. انا عايزك تتخيل. انا مستني الدبل يجي بس. تخيل بعد كل ده كسبتك تاني. يا عم هنفذ لك حكمين اقسم بالله انزل لك اسد تاني. انت نزلت اولاني اصلا. انا والله العظيم حلفت ان انزلهم لك. والله ان انزلهم لك. انا تعمل معاك كده. ده اصل شغل العيال ده تكسب جوله وتجري. لا العب. حقك 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 ماشي. الدبل قفاز. اول ما الدبل يفتح قفاز واحد يا جدعان. الدبل يا جدعان. قفاز يا جدعان. قفاز اول ما الدبل يفتح. ها مش هكس شباب. 73 ورده. 73 ورده. 73 ورده على طول. على طول نفتح الدبل على طول. 73 ورده. نفتح الدبل يا رجاله على طول. عاش 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 عليكم. قفاز بقى. حد ينزل قفاز. قفاز في اول الدبل. تخيل. قفاز قفاز يا كتيبه. قفاز يا كتيبه. قفاز يا شباب. يلا يا جدعان في 7000 قفاز. هم فين؟ يسعد دينك. ما ترحموش ما ترحموش. روحوا مع بعض يا شباب مع بعض. ودي ودي عين ناصر ما تحزنوش. مع بعض يا شباب. قفاز تاني قفاز تاني قفاز تاني. سيبكم. قفاز تاني. حد ينزل قفاز تاني. قفاز قفاز. لو كسبنا تكبيسنا يا رب. على قفاز. انزل. حد ينزل قفاز. مع بعض. عجرب. حد ينزل قفاز يا جدعان. ولا اخد على قفاز على قفاز على قفاز. هلاك. حد ينزل قفاز. عجرب. مع بعض يا كتيبة. مع بعض يا كتيبة. ده اخرك يلا. ده اخرك. على قفاز. ده اخرك. حي ناصر حي. ناصر. حي. ده لسه العجلة شغالة يلا. ما انت لسه العجلة شغالة يلا. تكبيس ما يقفش. تكبيس ما يقفش. بص بقى يا جدعان. ناصر يا ناصر. ايه لو كسبنا يبقى شكلنا حلو قوي. لو خسرنا اتقل. قفاز على اول تلات اخر 30 ثانيه. عاش يا فيلافي ولا ابو طيه. قفاز تاني ينزل دلوقتي. قفاز تاني ينزل دلوقتي يا ابو طيه.
بص يا جدعان، كفاز اخر 30 ثانيه هلاك. اللي كفاز اخر 30 ثانيه يا جدعان، كفاز يا شباب، كفاز اخر 30 ثانيه يا جدعان. الناس اللي معاكم كفازات فين يا جدعان؟ يلا بقى يا ورزابه، هي ورزابه يا جدعان، عايزين كفاز يا محمد. انت معاك كفاز، معاك كفاز، هي ورزابه. انا عارف والله، انا عارف. طب ما كان من بدري يا جدعان، ما كان من بدري يا جدعان، يا دين ام عليكم. الناس عاش برضه، عاش عاش. روحوا مع بعض، مع بعض، مع بعض، مع بعض، عاش عاش والله. بص دي معانا، بص جاهزين. انا عايزك تترقص كده، انا عايزك تترقص كده. التكبيس يا كتيبة، التكبيس يا كتيبة، تكبيس. ما نجحتش. ابو تيم تمام، بيولا دينا مجدي اخويا ابو تيم، كل الكومنتات ابو يسعد دينك يا نسر. بالله عليكم لا تضيفوا الداعمين كلهم. اكونت النسر الجديد ده يقفل 10,000 دلوقتي، اول اكونت فوق يقفل 10,000 دلوقتي. 10,000 يا كتيبة، كل اللي بيحب مداهم 10,000 الاكونت ده يوصل. اول اكونت فوق. فارس قلب يا فارس، عقرب، هلاك، سيفو، وهم، انجي، كتيبة، علي، العمدة، بيج لاف يا كتيبة. عاش 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 عليكم يا رجال. عايز تلعب 10 جولات؟ عاش عليكم يا رجال. عايز تلعب 10 جولات؟ طلع على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا صاحبي، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش من 5 دقايق. ورب اللي خلاني مرام. ايوه ما كنتش العب معاك، ما تمجيش تجيب داعم. انت عارف انت لو كنت داخل وما عندكش حد، قلت لك جولة، انت ما تظبطش مع داعم وتيجي تخش تضرب وتجري. لا لا لا، ايش راجل سندل للاخر، راجل سندل للاخر. انا غلطان ان لعبتك، سبتك كده تروح صواج وانت قاعد على الكرسي يا ابن الميت ده، تشتم فيا لحد صواج. ماشي، عاش يا رجاله. بص خلي بالك اخويا ده وبيحبك، وبعت لك ريكورد. مين؟ ابو تيم حبيبي على راسي. اسمع الريكورد بعتهولك انا، هبقى اسمعه عشان صوت الايفون عالي. ماشي، ايوه والله العظيم بره الجوله. ايوه بس انا عشان حلفت انزل لك اسد لابو 5000، انت تيجي تنزل لي اسد ابو 5000 يا عم. ماشي، انت كده كده هتقفل لايفك. اقفل لايفك دلوقتي وتعالى ارمي لي اسد. طب ما تقفلش انت ليه لايفك؟ ايه لا لا ما ينفعش، انا لسه كسبان. انا غلطان اللي لعبتك، كنت سبتك والله العظيم، كنت سبتك لحد لا لا. اقفل لايفك، يلا تعالى نفذ الحكم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا حبيبي، هتجيب رباعي؟ ماشي، هنجيب رباعي ثنائي. يلا اقفل لايفك وتعالى نفذ حكم. لما نخلص خالص هبقى اجيب. طب تيجي نلعب فاصله؟ لا لا مش دلوقتي. يسعد دينكم يا كتيبه. خلي بالك، خلي بالك، ورب اللي خلاني لو كان في وقت كنت كسبتك. ده جت كذا حاجه بره، اقسم بالله. ما تقسمش بالله، انت الهدايا اللي نزلتك دي كلها جت نزلت في الكفازات، بس عشان هي الهدايا كتير فبتتاخر. انت عندك منزلين 20 ثانيه يمكن، اللي يجي يعمل معايا لقطه انت راح سواق ولا يستحمل بقى الفيلم. يا عم محمد رمضان انت. لا انا محمد خالد مش محمد رمضان. وشك بيصفر في الاول وزعلت، قلت والله العظيم لا زعلت عشان خاطر انت جاي تاخد لقطه وتمشي. لا عيب عليك على اخويا. لا ما انت جاي جايب الراجل وجاي تعلمه عليا. معلمنا عليك انا خوفي على زعلك، ما رضيتش اكمل انت عشان انت اخويا. لا بس انا ما حسنا انت كنت خايف عشان عارف انك هتدعك. انت بالذات
على الابلكيشن اللي انا بعاملك اخ مش واحد والكلام انت عارف. اخرس يا ابن الوزير. بقول لك اخويا وبتاع. بص اللي عندي عمالين يقولوا لي ما تسيبهوش. جاي تعمل لقطه عليا انا هاخدها داخله العيش والملح والجيلات اللي بينا. ايه وانت بتحب اللحظه قوي. العب العب اخرسوا اخرسوا بلا العب عايزينه يلعب. بص صل على النبي ابن عم عليه الصلاه والسلام قدام الناس اللي عندك وقدام الناس اللي عندي. انا وانت هنحدد جوله رسميه في ميعاد معين. انا ماليش جولات رسميه. انا من ساعه ما دخلت البرنامج ده ما بلعبش غير ساعه واحده باخد فيها التوب 1 يوم عيد ميلادي بس. برنس انت عيد ميلادك يوم كام؟ 4/8. ايه ده؟ يعني ناقص 22 يوم؟ عصفورين بحجر. برنس يا ابن اللعيبه. ده ينفع ولا العصفور؟ هيبقى في بص دوله جوه الدوله اليوم ده يا ابني. طب يعني ويبقى في هناك؟ يعني انا ابقى موجود؟ ده بص يوم 4/8 ده انتظروا قلبان كوكب الارض وبالذات مصر، المسقط مصر العاصمه التجمع الخامس. طب ما انت ما مش انا قلت لكم انا ما بغيبش كده او انت؟ امال اتشنكت عليا ليه لما انا اتكلمت بقى؟ واتقمصت ليه؟ وانت عشان ما كانش حد عارف حاجه. يعني عيد ميلادك هتعمله هناك؟ شارع اللي وراه كام عبت دول. ها عبت دول عرفت تضحك عليهم انت كده. طب عدي يومك. عدينا يومنا. طب يعني ايه؟ انا كده كده محضر لك ازازه برفان ثانيه النوع الفريد بس فاضيه. على فكره لو عملتها تاني انا هبقى انت هديتك الوحيده اللي هتتفتح اول ما اخدها. عشان بامانه اللي انا هعمل معاك الغلط بقى في ساعتها في وقتها كده عشان اتغفلت مره بقى. صلي على النبي. ولو لقيتها مليانه هتديها لي ارجعها تاني؟ هتروح تديها لواحد بيعمل تركيبات وتحط لي فيها ريحه ازعلك. ايه القرف ده؟ انا عملتها قبل كده في حم اخويا وفرح قوي. فرح اول. لا هو حر، احنا اتغفلنا مره وانا كنت فكره راجل. لا انا توب 2، انا توب 2. عاش. انا توب كام؟ لا 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 انت لسه. انا توب 10. حلو ده حلو. لا مش 10. لا توب 10 والله. امال مش زي انت في انهي ليجيو يو؟ انا ليجيو؟ الليجيو اللي فيك. لا يسامحك يا عم. بس يا عم بص. ابدع راجل محترم والله. حبيبي حبيبي يا حوض غصب عنك. فين في التجمع قلت لي؟ هتدخل. بص هو عايز يا طب جدعان اللي حابب يعرف عيد ميلاد مدايم يبقى فين؟ يقول لي بس يوم 4/8 هقول له. بص يا عم شباب البيتبول لما بيتقمص بس دي ما فيهاش هزار. عجنك خلاص هتقعد تتحنكر. قلت لك خلاص يبقى تشد بلاستر خلاص. على العموم انا قبل 4/8 رايح دبي وراجع. هروح للعربيه للعود هجيب لك. عايز الفريد ولا مضوي جولد اديشن؟ الفريد يلا يا عم. وانا موافق ابشر. تبقى مره لعيب. ثواني ثواني هجيب لك فاضيه. هجيب لك فاضيه ما تقعدش تقول الكلام ده. هجيب لك فاضيه بس اهدى. انا بقول لك انا هجيب لك واحده خلاص خلاص. تجيب واحده ومليانه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يوم عيد ميلادي 10/9 هتجيب لي برفان؟ والله اجيب لك. هاي كلم. هاي هاي ويلكم برو. وحشتوني ايه ما شاء الله. تقول هاي بس بعد كده ما تسمعش حاجه خالص. قولها واحده كده تاني والنبي منور. هاي. بص شفت فتحة البق؟ هاي. يعني أنا لسه راجعة من بعد غيبة طويلة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. بس استقبال كلية يا أوكس خلق الله على الأبلكيشن. الحمد لله على السلامة يا شبلح. نورت بيتك ومكانك. ميرسي يا قلبي شبلح. بموت في الشتيمة. لبخني. حبيبي حبيبي كلمة شبلح دي مش شتيمة عادي جدا على فكرة. شبلح دي على معناها زينة الرجال.
يعني خلاص انت على الفتره الجايه مداهم، هتغير، اخلي كل الناس تغير فكرتها عني، لان خلاص قررت ان انا هبقى انثى وهتعمل ان انا ابقى عامله ايه؟ مراتي عندك ولا ايه؟ هو انت مش عندك؟ انا كل شويه مني طول على الاكونت الجديد في الساحل. لسه واحد صاحبي واخد شاليه هناك، فبعتها تنضفه عشان خاطر ما ينفعش يروح. اقعد يا جربانيا اللي محتاج حد ينضفك يا هلهوله. الكلام ده بقى كل بطيخ، كل بطيخ. انا محتاج تستحمى يالا، لو محتاج قول لي وانا ابعت لك حد. ايه ده؟ اوف الكلام ده بقى، ده الكلام. كل مرة اعمل لك فولو من اكاونت جديد نوريان ولا ايه؟ ما انا عملت لك من ده يا حبيبي، وانت ما عملتش، رحت لغياه كرامتك. ما تعمل لها يا عم في ايه؟ لا انا راجل متجوز يا عم، احترم نفسي. اعمل لها فولو. فولو بس. ايه شباب، بص يا جدعان، مين ومين؟ وانتوا كمان وحشتوني يا حبيبي. يا مير عيني يا اخر واحد. I love all يسعدينكو. يا بنات يا حبايبي، التيك توك من غيري nothing، من غيري nothing. yes true true. تغيرت لون شعرك يا منور، في حاجة مختلفة. لا هي بس عشان خاطر لا راحت هناك طلع لها قرش شعرها شاب. هو انت دلوقتي في شعرك لسه منور؟ مش حلوة. اقعد بس كلابيت الطهور اللي انت لابسها دي. لا على فكرة انا لسه بتقول ايه هدى؟ يا جدعان وانا كلامي شفاف. هدى بتقول ايه؟ بقول لك هو انت لسه في شرم؟ انا ما كنتش في شرم، انا كنت في نويبع راس شيطان. هناك ولا جيتي؟ لا جيت، يعني انا هبقى في راس شيطان واحده معايا الكرسي ده مثلا. لسه مشغل لك ايه الفراغ ده بجد؟ لسه مشغل لك اغنيه مرحب برجوعك بينا وبتاع. وانا راجعه كنت ممسوكه في بودره، مالك؟ ايه اللي مرحب بيك برجوعك لينا؟ طب تمام انت لسه قلت هو في حاجه طالعه من اللومان، مالك؟ يا حوده. ايه يا حبيبي؟ تجيب لي البرفيوم من عند صنفوره. احي شفت الفيديو بتاع عائله متولي؟ احي الحقني الحقني. عرفت انت هتجيب البرفيوم منين؟ لا من العربية العود يا ابني، انا هنضفه. لا 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 لا، هاتوا من صنفورة، هاتوا من صنفورة. انتوا الاغرى. قلت لك العربية العود، قلت لك العربية العود. يا ابني اسمع مني، هاتوا من صنفورة. خلاص بقى يا عم، عشان ما احلفش ما اجيبلكش حاجة، ما تقعد بقى. ما هتجيبي هتجيبي ليه في عيد ميلادي يا نورهان؟ امتى؟ يوم 4/8. جدي هاجي جدي هاجي مع مدامي. والله بجد صفوره مش صنفوره. صفوره يا حودة. صفوره ايه؟ صفوره تيفوره. صفوره صنفوره، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا ضيعتوا البراند غلط. انا مالي، انا بقرا اللي هو كاتبه لي. وبعدين صفوره ده مكان بيبقى بيبيع كل البراندات بتاعت الميك اب وبتاعت البرفانات بس. هو يروح سيفورا بقى يجيب لي من ما فيش يا حبيبي سيفورا في مصر مبدئيا. هو رايح الامارات بيقول لي عنده اوردر هنا. اموت. واحد عايزه عمال اقول بين سنفوره بين سنفوره.
طب ايه هنقعد نتفرج على بعض؟ ما اقوم اعمل انا مش عارف التقسيمه ازاي. طيب قسمه وبعد كده. لا مو انت معايا يا عمري على طول، يا رب نبدر مع بعض وما نفرقش بعض ابدا يا عمري. ماشي ماشي يلا. انا وشبلح. حقوني يا جماعه. تكبيس تكبيس. وده شبه من شويه منار لما انا كنزلت عليكي كده. جه كسب جوله. اوكي. جايب لي واحد صاحبه. طب الجوله دي لحوده يا جامد. تخيلي بقى حوده ها؟ حوده. كسبنا انا جوله، رحت عازقه الجوله اللي بعدها. عشان كده كنسلت عليه. كان خايف ارد بقى. ارد بقى. هو قال لك حوده وعمل كده صح؟ ما خدتش بالي من الصباع. بس انت قد الدنيا والدنيا مش قدك اخويا. قلبي ده روح انت قلبي. بص انا مش هتكلم معاه. عشان انا هوريك الصوره ليه اول ما اخلص الجوله. قال لي ربنا لو لعبت معاك الجوله الثانيه مش هلعب معاك طول عمري. لا بس ده قلت له والله لو ما لعبت جوله دلوقتي ما هلعب معاك ثاني. لا قولها بنفس طريقتك وربنا لو لعبت معاك ما لعبتش معاك. لا ما كنتش كده، كنت بعيط. انا رايح. نعم. قاعده بتشد. ايه ده؟ انا لو شديت هسحبك هنا يلا. اوف. طب جربي كده. اقعد يا ابو نواف، اقعد اقعد بالقفطان ده. لا شبه عاطف في العيال كبرت. طلعت شبه رجاله. تكبيسه رجاله. ايه رايك بقى؟ هيبه هيبه على الطلاق. هيبه كل اللي بيزين اللي يروح في الحته اللي هو فيها هو بيقول لي هيبه هيبه. لا بصراحه حلو ولايق عليه الصراحه. بطلوا غل بقى لايق عليه والله. انا من غير منه ابو هيبه ما عندناش افكار زي 119 وردة قلبك ده. لا ده ورد يا ابو هيبة. ورد ورد كله ألبين. ورد 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 قلبين خلاص. هم يبعتوا رود احنا نبعت قلبين بس. ما عايزين الجولة ورد. دي بعون الله. ورد. لا هي كده كده الجولة دي في الجيب بعون الله. ان شاء الله. ابو نايف موسى. انا التكبيس زعلانة قوي. فين ايه ده الكلام ده؟ احنا كنا بنقول مليون. احمد الله انا شبلح. نعم. عندك قفازات؟ مش عارفه. دودو معاك قفازات؟ قفاز قفاز قفاز. دودو لو معاكي قفاز حبيبتي ابعتيه. بس خلاص محدش ينزل قفازات تاني. عايش خلاص. مع بعض هنطلب القفاز يا شباب. روحوا ابو نايف. مع بعض. يا جماعه. تكبير. 3-5 عند الدار. 3-5 عند الدار. يا جد ابو هيبه يا جد. فارس. ابو هيبه. اسعدينك. 3-5 عند النضارة. عند النضارة. عند النضارة. الله يكرمك. عاش. تعالى حد على راسه. يا نهار اسود. دودو اي لاف يو. ايه ده؟ والله ما عارفه اقول لكم ايه. كتيبة. يا وهب حبيبي تسلم. شكرا. كتيبة. أنا التكبيس مش عاجبني. التكبيس تعبان خالص. أقسم بالله. احنا بالتكبيس هنرفع السكور اللي فوق ده 100,000. 100,000. يلا ايد واحده مع بعض. ايد واحده مع بعض. بعد اذنكم بعد اذنكم بعد اذنكم. عنصر المفاجاه اهم من المفاجاه نفسها. كلنا داخله واحده. كلنا داخله واحده. يلا روحوا. تكبيس تكبيس تكبيس. هكذا التكبيس. هكذا التكبيس. ايوه. 5 مرات في 5 مرات في 5 مرات. يسع الدين الكتيبة. هاي يا كتيبة هاي. أبو فهد
التكبيس لا يوقف. ملايين هم من ابو رايحين على المعصر على السنوك هنا. مين؟ محمود عاطف وهادي السراب محمد نتون. ماشي. هاي يا فارس هاي. النمر يسعد دين الكتيبة. احنا هنحكم بكلمكم انا بكلمكم ما فيش نزول وهنحكم عادي والشغل ده ما بينتعملش معانا عشان احنا فاهمين خلاص بس خلصي خلاص حسن. ايوه تقعدوا بقى الشغل ده تتعبانه حدا حودة استنى هقول لك حاجة بس هنعمل مسلسل رامية وين ومدام كذا مرة ابو طيب الكلام ده محمد ابو فهد بس ابوها تقولي انا صراحة فشتينا بس انا بعملها على مدام على طول انا قلت مدام هيفهم بس التيك توك دمه تقيل من غيرك يا منار الصراحة يا حوري عشان يبقى دمه خفيف بقى انت هتحكمي عليه وانا احكم عليه غير مدام يا حوده في البال ما دام انت يا وحشاك قوي كده يبقى هي اللي هتحكم عليك لا يا بتحكمش على التيك توك برضه ما بقاش مدام صح يا مدام اكيد طبعا من عشان كده احكم عليك احكم عليها انت الاول يا مدام يلا الحكم الاول 80 جلده الحكم الثاني تنزل البحر دلوقتي بهدومك الحكم الثالث والحكم الثالث لو ما قفلتش بقك هطلع ال يا ريت انا بقى عايز اعرف ايه بقى ال ها يعني هجيب العيد انا وهو لا هي هتطلع على الاقل ما فيش انا يا هبه المفروض انت مش انا انا اعمل ايه لساني اسكت ايه يا محمود مينفعش مع حودة ان انا سكر الغابة ايه مينفعش انا عن نفسي انا ما بتكلمش ايه اللي بتتكلم يا ولد انت بريء جدا وانت بتعمل حاجة ما ده يا خارة يا دين امي على نهاية انا وانت بص يا جماعة الله يلا يا حودة انت جاولة لا عشان انا كبيرة 10 ده وهق طب يلا قول لها يا طب ما تقفل يلا عشان تقفل انا اكلمك انا دلوقتي إيه؟ اكلمك لحد تفتح عشان تقفل انا مسافر راح فين الصعيد ايه ده هو لسه جاي ما اللي انا كنت رايح عشانه الاول بيحصل بكره ان شاء الله باذن الله ربنا يتممه على خير بس هتتجوز لا في صوت انا فهمت اوكي جدي بقى ماشي يا جدي اديله ادي يا جدي روح اصور لكم ماشي يا جدي كل مدام طيب دعم طبعا مدام سيبك بقى عشان بقول لك ايه ولا خلاص يا جدي مدام ما تحكمش عليهم دول غلابه 95000 ما اقدرش معلش يا جدي مدام عشان اعرف فارس جنب يا فارس يا جدي مدام خلاص عشان انت ربنا يتممها على خير ما ان شاء الله ربنا يتممها على خير يعني خلاص يا جدي خلاص عشان خاطري خلاص عشان انا لسه راجعه معلش يا مدام يبقى اجلدهم بكره ابو تيم مس عليك ما خدتش بس انت هتروح يوم وترجع ولا هتقعد قد ايه هناك ابو تيم هو بيضرب مخفي انا اروح يومين بس لا مش مخفي بس بيقول لك هتفتح بيسلم عليك انت ما خدتش بالك لا ما شفتوش والله بقول لك مش هتفتح هنزل اسد كده عشان اشوفك مش هتفتح بقول لك بكلمك مش هتفتح هناك ممكن ما ينفعش افتح عشان خاطر ملبش اوكي اثار يسمع من بقك وربنا يتشرب بلا اي حاجه ضفر توت عن خمون حتى الاثار مش في سوهاج الاثار في اسوان والاقصر مين قال لك كده؟ ايه ده مش عارف مين كلها يا حبيبي بس اشبالك بس والله انتوا بتفهموا في الموضوع ده انا بتكلم اللي بشوفه في الموضوع بتسلمنا ده في حتت في السعود ما ينفعش تبني فيها بير او تعمل مجال يسار في السعود يا ابو فارس انت لاقي تاكل يا ابو فارس لو اي حد محتاج مبلغ يكلمني يا عم الله يبارك لك ده انت شاحت باقي تعالى تعالى معاك كام ابو فارس هات اللي معاك انا محتاج الفلوس اللي معاك يا ابن المريضه ايه ده ايه ده انت رحت الساحل انت ومين يا نورهان انا وبنتي وسمعه
لازم يكون معاك راجل. لازم يكون معاك راجل. لا ما مش عايزه انا مبسوطه كده. لا 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 لازم يا انا هاجي عشان احميكم. حدى تعالى اجلدك. مش انت ساديه يا منار؟ ثواني مش رد عليك يا بقول لك ايه؟ دي مدام عشان انا ست محترمه. بقول لك ايه؟ هبعت لك رساله. غيرت المحتوى بتاعي وبقيت اسمي منار الدلوعه. سمي شبل عادي مش فارقه بس انا مش ناويه ابقى اتعصب ولا اقل ادبي ولا الكلام ده كله. يلا مدام انزل وادعي لك بقى. ايوه انا كلاس من الاول. طب يلا بينا زميل وحد ام نهار ما جونس دي امك يا بيبو يا واسي يا واسي. اه والله عدتكم حلوه بس انا زهقت منكم. يلا غوري يلا انت واقف. يلا يا نورهان الحكم الاول. ما خلاص يا مدير انت بجد عندك فلوس بره رهيبه ومش هتحكم. لا 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 فلوس الناس فلوس. طب ما بقول لكم ايه؟ طب ما انا عندي فكره حلوه. طب ما تخلي يا مدام انت مش بتتكلم بالطريقه دي. ايه ما ايه رايكم انتوا عمركم لعبتوا ضد بعض منار انت ونورهان؟ نعمل ايه؟ لعبتوا ضد بعض قبل كده عمركم؟ ليه ليه لا انا قلت يعني يعني انا كده كده نازل ومدام هيقفل فانا قلت اللي انتوا تلعبوا ضد بعض نشوف مين اللي هيكسب. لا عادي هي كده انا كسبت مش بنحكم اصلا على واقسم بالله ما الرجاله اخوات يا جدعان احنا اخوات كلنا يعني انا دلوقتي انا ابلكيشن دوا في ايه يا مريم خش الحمام مش معقول تعالي حبيبتي بلوك يا مكنة يا مالا يا مريم عنيفه قوي مع الناس كل ما اطلع معاك بقى بتاع 50 حد 60 كل مره. لا مرة انا واحده بحب اشتري دماغي اللي بيقول لي ادب وتخبي تاخد بلوك خلاص قرب وخيب. احنا بنهزر مع بعض والمتابعين عندي بيهزروا معايا لكن هتتعدى حدودك وتقل ادبك بلوك. لا تعرف هو اسمه ايه الواد ده؟ مين ده؟ اللي كنت بتتكلمي عليه؟ يا ابو فارس يا حمار دي منار شبلح ثلاث نواصي منهم اتنين عمومي هو ايه؟ ثلاثات سبعات قماش. انت وصلت اللي وصلت للقماش؟ يا دود انا مش عايزه ارد عليك انا اعرف ارد عليك بس مش عايزه. الساعه 2 ولا لسه شغال الساعه؟ انا ما اعرفش والله انا لسه جايه النهارده وقاعدين في البيت. عملت ايه بقى من ساعه ما جيتي؟ عادي ولا حاجه بنتي على الميه هنا وانا باها. بنتك على الميه يا بتطوف ما شاء الله البسي ليه قاعد بقى؟ رد علينا عشان عايز انزل. لا لا طب يلا نط في البسين عقبال ما تطوف انت يا اخويا ونشوف طوفتك. لا ما انا بطوف كده كده لازم ابقى فوق. انت اخرك بتطوف على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده. هو كده بيطفو على الماء انت فاهمه؟ ولا اي حد يعني مش الكلام ده بقى يا جدعان. بصوا بقى صلي على النبي اذا كنتوا اخوات يعني من غير كلام على بقى يلا بحبكم جدا. مشكله حوار الزوج. قلة قلب القلة. هي القلة ليها قلب؟ هي قلة. أي شيء مدهم القلب ليه إحساس. لا والله أقسم بالله والله جديدة عليا دي. أي حاجة ليها قلب وليها إحساس يعني ده ليه قلب وإحساس؟ الشاليمو دي القلب بتاعه الإحساس ده الشيء اللي بتاعه. لا دي القلب. ما تعرفيش تدي كل حاجة حقها. حصل لا لا انا عايزك بصي تركزي بقى في في القلب وطيبة القلب والاعضاء والمصارين وال يا فرخة ايه المصارين دي؟ انت صح انت بتاكل مصارين؟ مصارين؟ اللي في المنبار يا مدام. قولي بتاكل منبار؟ بعشق المنبار مش باكل منبار. طب ويا المنبار ده ايه يعني؟ ماشي مصارين جاموسه بقى مش مصارين فرخ. لا 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 مصارين فرخ ايه يا عم القرف ده؟ لا انت بتاكلي منبر؟ لا عشان ما باكلش رز ما باكلش نهائي من يوم ما اتولدت وانا ما باكلش رز ده في اي حاجه. امال بتاكلي ايه؟ مكرونه. بس مع عمري بصي يا مدام ما اعرفش ازاي القلم اللي قد كده دي ايه؟ تحب القلم؟ المكرونه البنه اه طبعا. بص ما اعرفش ازاي ما بحبش الرز بجد غريبه الصراحه.
فين وفين كده ممكن اكله، عارف ايه؟ غصب عني بقى كله على بعضه، كشري المصري. مش هتقدر بقى هتنقي رزايه برزايه؟ لا ممكن تقولي له هات قلب الكشري من غير رز. انا كنت تايهه عني فين احمد عمار؟ انا كانت تايهه عني فين؟ قصه حزينه قسما بالله سوسه بولي. والله يعني في ناس كده سبحان الله ربنا خلاها بني ادم براس. الله هب عشان السرعه دي وكل ما بتزيد كل ما بتوصل لمراحل تانية. فهمني يا فهمي حبيبي يا فهمي. ايه يا نجم هتعملوا عندي التجمع الاول؟ انت تروح عند كارم؟ اه طب هتعملوا ايه؟ يعني انتوا اتحركتوا؟ اه ما قلت للعالم من الصبح بس انت خلاص هنقفل اللايف وجاي. لا خلاص انا يا دوبك ان شاء الله باذن الله تلت ساعه تلاقيني عندك. خلاص انت المكان اللي هتقف فيه ابعت لي اللوكيشن بتاعك. يا ابني انت ما عارفش الطريق؟ لا عارف الطريق بس انت يعني ابعت لي المكان اللي انت فيه. عارف مايو؟ انت قدامك كده وتبقى هناك في المكان اللي هتقعد فيه. طب ما تجيلي ونمشوا مع بعض. تعالوا نمشوا مع بعض. خلاص انا جايك على طول. يلا سلام. قمر لهجتك قمر يخرب بيتك. بس انا ما بعرفش اتكلم مع عربي غير صعيدي. اللكنة اتغيرت. ايوه ما انا قمت بص كده. لا ده هي اوتوماتيك يعني. انا مولود ومتربي في القاهره بس لو حد من كلمني من قرايبي اوتوماتيك بكلمه صعيدي. يا محمد طب وانت لو انت بتكلمهم عادي كده يتضايقوا؟ لا انا اللي بتضايق، بحس ان انا متني. اه والله. وعلى فكره يا صعيدي كده ممكن تلاقيه بيتكلم بحراوي عادي، واول ما يجي يتكلم مع قرايبه على طول صعيدي. الله. أنا على فكرة احنا يعني البيت عندنا كله بيتكلم صعيدي مع ان احنا بقالنا 55 سنة هنا في مصر. حابين تحتفظوا يعني تقدروا تكلموا الاتنين؟ لا هو ما فيش تقدروا، وده لازم تتكلم الاتنين. ده ليه وقت وده ليه وقت. بس انت بتقولها كأنك يعني ما طلعتش بره الصعيد. ايوه لا ما بعرف اتكلم صعيدي. انت عارف يعني ايه جاك الحزون؟ الحزون؟ ايه؟ ولا تاني كده؟ جاك الحزون. جاك دي يعني جالك. ايه اللي بعدها؟ حزون. ايه حزون يا موداه؟ قول لها. ايه؟ تعرف بيت الراحة؟ الحمام. جدع. جاتك الشخة يعني؟ نقول لها بتاعت بعض المدربين يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ يعني كده؟ اه لا جاك المرار ده هتفهمه، انما الحزون
مرات طافح. ايوه حزون دي يعني زي الحزن. انت مش قلت في بيت الراحه؟ بيت الراحه دي الحمام. ايوه ما جاك الحزون دي يعني جاتك جاتك حزن. يخرب بيتك ده انا جاتلي في دماغي حاجه تانية خالص يعني جاتك الزنقه جاتك الشخه جات تذكرك كده. هو انت قلت لي بيت الراحه وعداء ليه يا عم؟ انت ما انت خليت تفكيري كده. ما انا لازم اشتت تفكيرك. رايح الكتكات. يشتت تفكيري اكتر ما هو متشتت يعني. انا كده كده ما فهمش كبير فين. اوريك العيش بتاع الصعيد. بالله وريني. هضربك في التلاجة. عندك؟ اه. لا ده اسمه عيش شمسي. حرفيا في ستات في الصعيد بيعملوه زي الفينو بالظبط. هي في ناس ما بتاكله. طب انا جدتي في البلد بتخبزه عادي. ليه هو الطويل ده؟ احمد هو ايه الطويل ده؟ عيش كده بيعملوه في المكنه. لا بص ده العيش بتاعنا. ده الوش بتاعه. ده الوش بتاعه. بص قد ايه حجمه؟ يعني اسمها نصين بامانه ربنا. اهو سواء عشان متجمد عشان بيبقى في الفليزر. وده ايه ده يا مداهم؟ ده انت بتاكل منه حته قد ايه ده؟ انت عارف انا لو ضربت بيه واحد في دماغه والله تتفضح اتنين. يا لهوي يا ولاد. هاتي واحد سعيدي بقى عايش هنا في القاهره والواد دي كان رغيف ده ب 50 جنيه هياخده. عشان طعمه ولا عشان الكتله؟ عشان طعمه. هو متعود على ده. مستوي من جوه ده يا مداهم ده قد كده. لا ده من جوه كله لبه. يعني عجين. اه. بس على فكره عيش صحي قوي. بيعملوه في البيت. يعني هما بيعملوه في البيت. يعني بايه؟ بيعملوا عجينه كده ويروحوا حاطينها في الفرن وخلاص. بس لا ما هو الرغيف دوت ما لو واحد جشع قوي في الاكل ياخد دوت. طيب انا بص انا ما عنديش مستوى فانا هنزل احسن. انا قابلت عشان لارا طبعا انت عارفها. انا قابلت عشان تعرفها. هيا موروكو. هيا تونت ليل ازيك؟ هيا انكل مداهم. يا تونت ليل الحمد لله. اكبر مني. اكبر من والله اقسم بالله اروح اقول لانكل احمد وهبة اقول له دلوقتي وانا مالوش لما نفسك. لما نفسك لا لما نفسك بقول لك. وانت مش اكبر مني؟ لا مش اكبر منك يا اخويا. انكل احمد وهبة شافني يا حبيبي. وانا ما شفتكيش؟ لا ما انت شفتني صحيح. انا اكبر منك يا اللي تنقبر. اكبر منك يا راجل. لم نفسك. لا لم نفسك ودمك لمك. بجد الستايل اللي انت عاملاه كاب وكاب ده عاجبني قوي. شكرا يا طنط ليل. على فكره الشمس عندكم شديده قوي جدا. انت مش شايف؟ لا مش شايف. انت شايفه؟ انت شايف؟ انا شايف ان انت مش شايفه. يبقى المفروض نروح دلوقتي نعمل ايه؟ نشوف. لا نكشف مش نشوف. نكشف. لا انا مش محتاج اكشف. انت اللي محتاج تكشف. انا تمام. انت تمام؟ انا تمام عشان انت تمام. وانا تمام عشان انت كمان تمام. وانا تمام عشان انت. انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ شكرا على الجفت اللي انت جيت ودتهوني في العيد. لا عادي ما انا لازم بكبر بخاطر الغلابه اللي هنا في البلد. لا عادي ما انا جيت. ما انا على فكره على فكره هو لو كان جفت كبير يعني ان شاء الله كنت جيت ردته لك بس قلت مش هيبان يعني. لا انا كنت بعدي برمي خرفان كده. لا لا عادي كبير ولا صغير لازم اقول لك شكرا. حبيبتي حبيبتي يا مروكو. بس مش مقامك على فكره خروف ده. لا مقامي مقامي صدقيني مقامي. لا 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 مش مقامك. انت مقامك اسد بيجري كده يعني روجر لاين. لا الاسد لما يلهب. صدقني صدقني. لا مش عايز اصدقك يا ست. صدقك ليه في كده؟ طب مقامك في ريفيستا. لا 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 انا شحات هنا في البرنامج والله. انا لسه قايلها كلنا شحاتين على البرنامج ده.
بالظبط يعني. والله لسه قايلاها ما شاء الله عليك. في شحات يعمل نفسه فيها فييس؟ لا شحات يدي شحات الفاضي المليان يكبوا على الفاضي. لا ده انا فاضي خالص، لو معاك انت حاجه هاتيها. انا فاضيه كده، ده انا هوا، ده انا شفافه. لا 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 بقول لك مكنزه. انا يا سيدي ربنا يا ربي صعباني بقى، يخليك تكنس زيهم وانا مكنزه. اه صعباني بقى. ده انا بجري ورا خمس عيال. اه بجري وراهم. طب يلا انا استاذنكم انا، عشان المفروض اصلا كنت من نص ساعه قافل. انت هتصدمهم اساسا. خاف خاف. احلى مسا عليكم. سلام. كتيبه، الحمله المره دي انتوا اللي هتعملوها لوحديكم. المداح يا رب يلا حظنا بقى، احنا عايزين حد نخش معاه دب طخ شقلب وقلب على طول عشان انا مستعجل. يا جماعة استأذن انا. السلام عليكم. يعني اليوم انا بقى مستعجل فيني اتعطل اكتر؟ لقد تم الإبلاغ عن بثك المباشر منذ 16 دقيقة. عارف لو قفشتك يا ابن النكسة. بيج لاف يا كتيبة، شكرا لكل اللي كبسوا واللي شيروا واللي دعموا واللي قالوا لنا كلمة حلوة في الكومنتات. دعوة حلوة منكم بقى عشان نوصل درب السلامة. يلا سلام عليكم.